تعلن أكاديمية القديس كرولوس عن وجود محاضرات لدكتور هاني رزق عبدو الكاتب المسيحي الدولي والعلامة الديني المصري الحائز على 7 جوائز عالمية في النشر المسيحي الدولي وثلاثة ألقاب دولية متميزة من دور النشر العالمية وهي The Great Guru Abdu, CBS World News 1981 The Egyptian Sphinx, Cambridge and Sterling Publishers 2011-2012 The Egyptian Messiah, Worldwide Who's Who and Profiles Magazine, New York 2013 To view the videos, lectures, go to www.stkirollosacademy.org Click on the last item in the menu, Dr. Hani Rizq Abdu, Video Lecture. الدكتور هاني رزق عبده كاتب كتب بشارة العلم المسيحي الحق وهو بيقدم محاضرات في بشارة العلم المسيحي الحق 17 كتاب هنا من نيويورك أحد مراكز القديس كيرولوس السادس لبشارة العلم المسيحي الحق. أرجو أن تتابعوا هذه المحاضرات بكل علم وفهم ويقين روحي مقدس بالروح القدس، والله يكون معنا جميعا. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. كرياليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كرياليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة بركة جميع القديسين تكون معنا. أمين. يا القديسين تكون معنا. أمين. يا القديسين تكون معنا. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. أمين. مبارك الآتي باسم الرب. رب. رب. الرب يكون معنا. يكون معنا. يكون معنا. بركة العذراء مريم. بركة العذراء مريم. وجميع القديسين. العذراء مريم. وجميع القديسين. قديسين. قديسين. تكون معنا جميعا. تكون
Egyptian Messiah and the great Guru Abdu and the Egyptian Sphinx وذلك من جهات دور النشر العالمية التي تشهد بهذه الجوائز 12 جائزة وأكثر لكتابة ونشر بشارة إنجيل علم المسيح الحق في العالم أجمع وفي دور النشر العالمية وتم بذلك كتابة هذه الأمور ونلقي محاضرات في بشارة إنجيل علم المسيح الحق The True Christian Science Bible واليوم المحاضرة رقم 185 من محاضرات بشارة إنجيل علم المسيح الحق وفي كتاب يسوع المسيح في ناسيته وألوهيته اللي هو هذا هو الكتاب أمامك هو كتاب يسوع المسيح في ناسيته وألوهيته المحاضرة رقم 13 واليوم السبت 28 أكتوبر 2017 أمامك على السكرين كتاب يسوع المسيح بناسيته وليته وأيضا الرب يسوع المسيح اللي هو فيه ماسك إنجيل بشارة علم المسيح الحق اللي هو الإنجيل معاه بينشره وبيكلم عليه البشارة للعالم بشارة الحق لأنه هو الإله الحق والحياة الأبدية أمامك على السكرين هذه الصورة زي ما قلت اليوم 28 أكتوبر 2017 السبت بتكلم هنا من نيويورك وبقدم محاضرات في بشارة إنجيل علم المسيح الحق والمحاضرة رقم 13
في كتاب يسوع المسيح في ناسوته وألوهيته. إله واحد أمين. وحاليا قبل ما نتكلم على المحاضرة رقم 13 في كتاب يسوع المسيح في ناسوته وألوهيته، هنتكلم على أساس وبدء الديانة والتدين المصري الفرعوني الإلهي. أول ناس اتكلموا في الحضارة الدينية في العالم أجمع وبذلوا فلوس جامدة جدا ومجهود وإيمان جامد جدا وحضارة جامدة تشهد بها الأهرامات والمعابد وكل الحاجات دي كلها. في تدخل الدين المصري القديم وعلاقته بجذور المسيحية التدين المسيحي الإلهي. أمامك على السكرين الأهرامات الثلاثة دي بتبنت 2800 قبل مجيء المسيح تقريبا. وكمان عندك تمثال أبو الهول أمام الأهرامات يشهد بالحضارة الفرعونية الجامدة جدا. وطبعا زي ما قلنا قبل كده أن الأهرامات الثلاثة نبوءة ورمز للثالوث القدوس الإلهي اللي هو الآب والابن والروح القدس. وأمامك أن هو أبو الهول المصري عبارة عن تجسد الملك ابن الملك اللي هو خفرة في جسد حيواني أسد ليهب الخلاص والبروتكشن الحماية للحكاية دي ويخلص الوجود الإنساني. فإشارة لتجسد الرب يسوع المسيح نزل من أعالي السماء وتجسد في الوجود الإنساني حاملا جسد إنساني. فكمان عندك الكي أوف لايف مفتاح الخلود مفتاح الحياة أبدية كي اوف اترنال لايف اللي هو موجود وموجود تملي في بيمسكوه الفراعنه اللي هم الالهه الملك الفرعوني على اساس بيعطي بيه حياه ابديه وخلود للفرعون اللي جاي جديد. فامامك على السكرين صوره للاله جاي بيدي رمسيس الثاني بيديله بينفخ في انفه نوستر هنا انفخه بنسمة الحياة بيديله زي ما قال الرب يسوع المسيح ونفخ فأعطاه روح القدس فصاروا يعملوا عجائب وعمايب وصاروا عجائب يعني. فهو كذلك أمامك على السكرين صورة للإله جاي يدي رمسيس السكند عشان يديله حياة نفخة حياة فبيديله اللي بيلمس الكي اوف لايف بفمه بيحطه له عند بقه عشان يديله الايترنال لايف او الخلود ليصير مع الالهه. كذلك عندك على السكرين الالهه هاتور الهه بتيجي تدي نفرتاري اللي هي زوجه زوجه رمسيس الثاني بتدي لها برضه نفخه الحياه اللي هو الكي اوف لايف تقربه من بقها عشان الصورة مرسومة كده تعطيها اترنال لايف عادي زي ايه هتديك هتبقى عندك اترنال لايف بيسوع المسيح بزور باساس. فهنا احنا بنتكلم حاليا على نقط معينة في تدين المصري الفرعوني الالهي وتدين المسيحي الالهي ان ده بزور. يعني عندك مثلا نمرة واحد محبة الآلهة ما بتعاقبش البشر. الآلهة عاوز تحب البشر وعاوز تجيبهم فوق وبتنقيهم وتجيبهم. فمحبة الآلهة اللي هم آلهة المصريين دول كلهم كتير قوي
للوجود الإنساني في العالم وعبادة الوجود الإنساني للآلهة. دي نشأة الحكاية كلها في التدين. التدين عامة والمسيحي برضو نفس الطريقة، محبة الآلهة للوجود الإنساني في العالم. ليه بتحب الآلهة الوجود الإنساني في العالم؟ وما حبيته قوي عايزة تتصل بيه، وعشان تتصل بيه بتقول له اعمل لي معابد اللي انت شفتها، معابد غريبة وعجيبة. فعندك على السكرين صورة المعابد عند الوجود التدين المصري الفرعوني الإلهي، معبد كومبو ومعبد الكرنك ومعبد دندورة ومعابد كتيرة جدا، أبو سمبل ومعبد الكرنك وما إلى ذلك، كتير قوي من المعابد اللي هي عبارة تمثل آلهة جاية من فوق وتتصل بالوجود الإنساني في العالم عشان بتحبه وعاوزة تجيبه فوق. فهنا نشأت العبادة الآلهة ونشأت الفرائض والرسوم والطقوس والحاجات دي. إله بينزل في المعبد من فوق من أي مكان في الكون الروحي وبيعبدوا الآلهة. ليه شروط في العبادة والحاجات دي؟ لأنهم بيحبوا الآلهة. يبقى هنا محبة الآلهة للوجود الإنساني في العالم وعبادة الوجود الإنساني للآلهة، دي زيها بالظبط. هكذا أحب الله العالم حتى بذل له ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. ليه أحب الله الوجود الإنساني؟ ما قاعد فوق مرتاح ويتسلط على كل الكون ويعمل اللي هو عاوزه. أحب الوجود الإنساني. سبقوا الكلام ده كله في الآلهة بتحب الوجود الإنساني. وما حبهم بيعمل إيه؟ لازم يعبدوه بالروح والحق زي ما قال الرب يسوع المسيح بالظبط. هكذا الله روح في انجيل يوحنا، وبالروح والحق ينبغي ان تسجدوا له، لان الله الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. عباده، عاوز عباده في محبه قدامها في عباده، ارتباط بالروح والحق. فهنا اصبحت ان محبه الالهه للوجود الانساني في العالم وعباده الوجود الانساني للالهه واضح جدا نشا من زمان قوي في العباده المصريين للالهه ومحبه الالهه لهم وبتجيبهم فوق. فرعون ده بيجاهد عشان يطلع فوق، عشان كل المصريين على حسب قدرته، وفي حساب وفي عقاب وفي ادانه وما الى ذلك. نقطة تانية، ولادة الآلهة للبشر بولادة إلهية روحية لكي يكون للبشر حياة أخرى أبدية مع الآلهة. بيحصل، هتجيبه إزاي فوق؟ إزاي هتجيبه من لفوق؟ فأصبح إن فيه بتجدده بولادة تانية وبتاخده فوق، موجود فوق عشان يطلع فوق. نفس الكلام موجود اللي هو البشر يخلصوا بالإيمان بالرب يسوع المسيح بولادة جديدة من الله. بولادة جديدة من الله، انت حطيت الله انما هناك في آلهة، يعني وحدت العملية، انما الآلهة كل الفكرة الآلهة عاوزة الوجود الإنساني يطلع له فوق. لازم ماشي صح، لازم يعبد صح، لازم يتصرف صح. بعدين نقطة تالتة، ولادة الآلهة لآلهة أخرى. ولادة الآلهة لآلهة أخرى واتحادها معها في ثالوثات إلهية وتاسعات إلهية. يجي الأول الإله الكبير قوي الأعظم يلد اتنين، يعني يطلع منه اتنين الهين تانيين، والالهين التاني يطلع منه اتنين تانيين، واتنين تانيين يعملوا اربعه تانيين، ويعملوا لحد ما يطلع ايه؟ تاسعات الهيه. وفي ثالوثات الهيه
اللي هي نفس الفكرة. وهنا الكلام الولادة الآلهة، مين هو يسوع المسيح؟ هو الابن مولود من الاب قبل كل الدهور، نور بالنور، اله حق اله حق، مولود غير مخلوق. ولاده الاب للابن، ما كانش ليه انك ابي ابي نزلت من السماء من عند ابي، ابي مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي قبل قوم عادي. فهنا نفس الفكره موجوده اللي هي ولاده الالهه لالهه اخرى واتحادها معها في ثالوثات إلهية وتسوعات إلهية. كنوز العالم أجمع باسم الأب والإب والروح القدس، ثالوث إلهي قدوس، وأصبح أب وإب. أردت أن تفهم تفهم، ما أردتش أن تفهم ما تفهمش. فهنا أصبح أن في الرب يسوع المسيح بيبشر العالم بحقيقة موجودة إنما وحدة. مين هم؟ مين عاوزين نعرف؟ هو الابن الالهي اللي جه وظهر لك. يعني عالم في حيرة، فين الحق؟ جه يشهد للحق. فأنا جيت أشهد للحق، لهذا ولدت أنا في العالم لأشهد الحق، كل من هو من الله يسمع صوتي، من الحق يعني. فأصبح مفهوم الولادة الآلهة لآلهة أخرى مع سيمبل الآب والابن والروح القدس. بيقول فاضر ليه؟ بقى فاضر. مش انا اتولدت منك عشان الروح القدس حل في العذراء مريم فصرت ابن الله؟ نو. دي حاجه زكية ولاده جسديه. انما انا هو بيقول لك مجدني عند ذاتك ايها الاب فاضر، انا ابنك، مجد ابنك لمجدك ابنك ايضا. فانا موجود منذ الازل عند الاب قاعد معاه فوق. مين هو؟ اول مره يحصل ان ينزل واحد يقول هذا الكلام، وده الاله الحق، انما تسبقه احداث تشهد بهذا الافكار، لان الافكار قاعده تنزل من فوق في الناس عشان يدوا مسبقا فكر الاله يقبل. يجي بعديها الإله العلي والأعظم، هو الآب لكل الآلهة الذين تولدوا منه. وأصبح في ترتيب هرمي، ترتيب هرمي، ترتيب هرمي إلهي لآلهة الحق في الهرم الروحي العلوي الموجب الحق، المضيء بنور الإله العلي والحية حياة أبدية والقدوس. ودي اسمها آلهة الحق، تقدر تقول عليها ملائكة الحق، كائنات الحق روحية. وفي آلهة الباطل اللي هي ملائكة الباطل، اللي هي كائنات الباطل الروحية في الهرم الروحي السفلي المتجه برأسه لهاوية الكون الروحي، والمضاد للهرم الروحي العلوي المتجه برأسه لعلاء الكون الروحي. ففي عالم علوي كون الروحي كده هو الكون الروحي اهو قدامك اهو، ده الكون الروحي الهرم الروحي العلوي الموجب الحق، رأسه اهو. ذات إلهية الله الآب، الصورة الإلهية الله الإب، الروح الإلهية الرب اللي هو الروح القدس. هنا الإبن هنا نازل في العالم، هنا العالم هنا محاط بالوجود السالب وتجسد في العالم هنا. دي كائنات روحية موجبة ألف واخدة حياتها من اللي فوق، انما يطلق عليها آلهة، مش هقول لك مش آلهة، آلهة بتظهر. فهنا ليها قوة موجبة حق بتتسلط هنا على الكلام ده. هنا الهرم الروحي السفلي المعكوس قاعدته، العالم هنا في الوسط، العالم اتاخد هنا جوه بطن الوجود السالب في ذاته وصورته وروحه، اللي هو الشيطان في وجوده الذاتي في ذاته وصوته الروحي. فهنا اصبح كده، ودي كائنات روحيه سالبه متدرجه موجوده ابديه قاعده بتحارب وبتقاوم وبتحارب لفوق. دول كان كلهم
بتحارب رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وحرب شغالة بين تحت وفوق، ما إلى ذلك باستمرار. بقى قاعدين يطلعوا لحد ما طلعوا هنا في لوحة تانية، صعدوا فوق ودخلوا الهرم الروحي العلوي بموجب الحق، ومراد تطهيره حاليا من هذا الوجود السالب. المهم هنتكلم بعديها على آلهة قدماء المصريين وقوى الطبيعة ومواهب الوجود الإنساني. يعني المصريين ناس براكتيكال، بيخلطوا الدين مع الحضارة مع الحاجات الموجودة، فبيشوفوا ان في حاجات موجودة، شمس تطلع كل يوم، مش طبيعي حاجة كل يوم بتطلع الصبح، والكلام ده كله لها إله وراها خلقها وموجود فيها، فبيبص للقوة الطبيعية ويجعلوا لها ايه؟ قوة خفية وراها. قوة خفية وراها دي آلهة. الآلهة دي هي اللي بتمشي الحاجة دي، تخلي الشمس تطلع كل يوم. ليه إله؟ سموه رع. رع إله رع. في كمان ريح وهواء خفي سموه الإله أمون. بيمشي الريح، مش ماشي كده بطريقة، دي قوانين وهواء. فأصبح وآلهة السماء، لا سماء واسعة أوي، وآلهة الأرض، كل الكرة الأرضية دي، طبعا ما عرفوش كرة أرضية موجودة، وآلهة النيل. النيل ده إيه اللي بيخليه يجي؟ في نيل، دي قوة طبيعية، وفي بحر رهيب شافوه هناك، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بيشوفوه لإله قوة خفية موجودة، وفي نار تطلع لها إله. فأصبح قوة الطبيعة لأن هم بيؤمنوا جدا بوجود الآلهة. في كون روح، الحكاية مش ماشية كده، في حاجات بتمشيها. هو اللي بعد كده اكتشفوها القوانين. قوانين بتمشي الحاجة لا تحيد عنها. هنكلمك عليها يعني. مش بس كده، قوة الطبيعة عملوا لها آلهة. في كمان بشر نفسهم، ده حكيم ده مش حكيم، ده عنده معرفة فهيم ده مش فهيم، ده عنده فنون قوي جدا في الفنون، مواهب فنون رسم نحت حاجات من دي، بيبقى حاجة وراء حد بيديله في إله الفنون، وفي إله الحكمة، وفي إله المعرفة، وفي إله الكتابة، في إله دي اللي هي إيه؟ مواهب الروح القدس. يعطي كيفما يشاء مواهب الروح القدس. بص تلاقي طلع ده كده، طلع ده كده، وراء آلهة اللي هي مواهب الروح القدس. يبقى حاجتين، مواهب اللي هي في آلهة الطبيعة، قوة الطبيعة البشرية، وآلهة اللي هم الفنون والحاجات دي، المواهب الإنسانية الموجودة في الوجود الإنساني. إيه اللي بيخلي ده؟ لا عادش عارف، ده طلع لقى نفسه كده عنده موهبة، يبقى في روح حلت فيه حاجة خلته، اللي هي بتقول أنت مواهب الروح القدس. هما بيشوفوها ده وراء آلهة، إله كذا، إله ده، فبيسموه وبيتكلموا معاه وبيتقربوا منه لعل وعسى يدينا إيه؟ فن أو حكمة أو مواهب كلها موجودة. هكذا يكون الطريقة دي اللي أنت أمامك هنتكلم عليها بوضوح. دي أمامك هنا. هنا التدين المصري الفرعوني الإلهي والتدين المسيحي الإلهي. العلاقة بين الاثنين، إن هو ده أساس وبذور التدين المسيحي الإلهي والمناداة باسم اكرزوا العالم أجمع باسم الآب والابن والروح القدس. كل الأفكار دي موجودة، بس تبلورت في مجيء المسيح الحق إلى العالم، يسوع
وإرشاد العالم إلى هذه الأفكار لكي تؤمن بها. فأمامك هنا هذه الأمور، زي ما قلنا لك النقاط دي هنناقشها بعد كده برضو بالترتيب. وحاليا هنتكلم على بأكثر تفصيلا على النقاط دي اللي هي محبة الآلهة، اللي هي التدين المصري الفرعوني الإلهي وبذور لتدين المسيحي الإلهي اللي جاء. زي ما قلنا محبة الآلهة للبشر الأحياء في العالم وعبادة الآلهة عبادة الوجود الإنساني للآلهة، ده موجود أصلا آلهة كلها اللي هم وصفوها الإله راع والإله أمون والإله كذا وأتون وما إلى ذلك، كلهم بيحبوا البشر بالذات الفراعنة اللي هو الفرعون وما إلى ذلك، وعاوزين يجيبوه فوق يبقى إله، عاوز لأنه هو عاوز ما يموتش وعاوز يحيا مع الآلهة، لأنه عارف إن الآلهة قاعدة فوق وإن هي بتتصل بيه، فعمل الأهرامات وعمل المعابد عشان يتصل بيها لعل وعسى، ومراكب الشمس وما إلى ذلك والتحنيط ليفضل موجود والحاجات دي كلها لعل وعسى يبقى ليه خلود.
ومفتاح الحياة عشان ياخد الخلود، كلهم ماسكينه وكلهم عاوزين يطلعوا فوق أو يكونوا مع الآلهة حيثما يتواجدوا. فطبعا دي أدت إلى ما أنت تتأمل في كلمة الرب يسوع المسيح الأناجيل وتقول إن هو بيقول هكذا، أحب الله العالم اللي هو الوجود الإنساني في العالم، لأن طبعا محبة العالم عدو الله، لكن هو بيحب الوجود الإنساني الحي في العالم. العالم كله محاط بإبليس مبتلعه جوه فبيأثر عليه، لكن هو عاوز يخلص الوجود الإنساني، بيحب الوجود الإنساني. ليه بيحب الوجود الإنساني؟ عشان خلقه على مثاله في ذات وصورة وروح ليحيا إلى الأبد، ولكن أخطأ ونزل تبع الشيطان اللي هو قصة آدم وحواء وابتلعوا الوجود الإنساني، أصبح عليه حكم الموت يفنى. إنما الله بيحبه تاني، عاوز يجيبه فوق، فبذل له ابن الوحيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية فوق. فطبعا تتأمل هذا الكلام جميل. الله الآب أحب الوجود الإنساني وعاوز يخلصه. يخلصه ازاي؟ ما يعرفش يخلصه، بذل ابنه الوحيد. في الابن موجود عند الاب منذ الازل والى الابد. مجدني عند ذاتك ايها الاب المجد الذي كان لي عندك قبل ان يكون العالم، قبل كون العالم. وقال لليهود قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. ابراهيم ده في سنه. فطبعا علاقة الابن بالاب المتجسد في العالم وقدم جسده ذبيحة فداء لكي يخلص به كل من يؤمن به وتكون له حياة أبدية. فمن هذه الزاوية تفهم ان في محبة الآلهة للوجود الإنساني. أما بعد ما أحب الآلهة الوجود الإنساني، أما بتحب ابنك أنت الوجود الإنساني وعايز تجيبه فوق عندك، لازم يطيعك. فعشان يطيعك هو محاط مبتلعه إبليس، زي ما قلنا لك إبليس مبتلع الوجود الإنساني في العالم. هذا الوجود الإنساني في العالم هنا ده إبليس في ذاته وصورته وروحه هنا، وده الهرم المعكوس للهرم السفلي. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، احنا قاعدين في الظلمة تحت، جاء من فوق هو بعت ابنه هنا، ده تجسد في العالم ليخلص الوجود الإنساني ويجيبه فوق. هيجيبه فوق ازاي؟ بالطريقة دي، فيخلص من هنا ويطلع لفوق من عالم الظلمة، سلطان الموت، حكم الموت. اللي هيسلب هيبقى موت روح ابدي، والموت جاي طبيعي للانسان بيموت. فعشان يفضل متصل بيه لازم يسمع كلامه. يسمع كلامه ازاي؟ يتصل بيه لفوق. فعمل عباده، فعمل الله روح زي ما قال الرب يسوع، وبالروح والحق ينبغي أن تسجدوا له. بالروح والحق، عبادة روحية فوق، حق في الهرم الروحي العلو الموجب الحق فوق، تتصل بيهم تطلع. فإيه؟ والله طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق. فهنا يهمنا قوي كمان بيقول لك ليس هو في رسالة يوحنا الأولى، ليس هو الذي أحبنا، ليس هو نحن أحببناه، بل هو أحبنا أولا وبذل نفسه
فدية لأجلنا. أوكي؟ ذبيحة لأجلنا. فهنا تفهم إن مفهوم ليه الآلهة بتحبك؟ وليه عاوزك فوق؟ أنت مخلوق على مثال الله في ذات وصورة وروح، وعاوزك يجيبك فوق بعد ما سلبت وأصبح عليك حكم الموت، فلازم يخلصك من هذا الحكم ببذل ابنه الوحيد. ده موضوع تاني، الخلاص ازاي والولادة الجديدة وما إلى ذلك. نمرة 2، ولادة الآلهة للبشر لكي يحيوا مع الآلهة. دي مفهوم تاني، ان انا هطلعك فوق ازاي؟ انت جسد، هتطلع فوق ازاي في الهرم الروحي العلوي وما الى ذلك في الكون الروحي؟ فرب يسوع وشرحها سريعا لنيكوديموس لما سأله، قال له ازاي انا ادخل ملكوت الله؟ قال له ان لم تولدوا من فوق، من فوق سماء الكون الروحي الهرم الروحي، انت هنا لا تتولد من هنا، ان لم تولدوا من فوق لن تدخلوا ملكوت السماوات. المولود من الجسد جسد، هو مولود من الروح هو روح. فقال له طبعا ازاي انا اتولد؟ قال له لازم مولود من جسد، لا تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولد من فوق. المولود من جسد من جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فهنا دي ولادة البشر، ولادة تانية من الآلهة من الروح، كن الروح حتى يطلع لملكوت السماوات. طبعا العكس صحيح، لو اتولد ولادة صورية روحية من الشيطان في ذاته وصورته وروحه، يبقى عنده جسم صور روحي سالب، ينزل لموت روحي أبدي تحت في الهوية الروحية، يطلع من العالم هنا يفضل زي ما هو لازق فين؟ في الوجود اللي هو موجود تحت ده فوريفر فوريفر، ما تعرفش الزمان ده انت دينونة بقى، هنا هيفضل يبقى كائن صوري روحي سالب، روح نجس، روح شرير، شيطان. هنا الفاكتوري، المصنع اللي بيطلع الحاجة، يا تفضل هنا تموت، تفضل هنا تبقى هنا تسلب، تولد ولادة صورية روحية سالبة تبقى كده، يا تولد ولادة صورية روحية موجبة تطلع في النور هنا والحياة والقداسه والحاجات دي كلها في وجود ابدا، الاب والابن والروح القدس فوق هنا. هكذا يكون اللي هو مولودون مع الله، ليس من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل ولا من دم، بل من الله ولده ولاده غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فهنا هامة جدا ان انت تتولد ولادة روحية من الاله الواحد الاب والابن والروح القدس. قبل كده كانوا عندهم هناك ما يعرفوش الا الهة كتيرة بغض النظر، فافترضوا تتولد من الالهة تطلع فوق. فبيديك الولادة من الالهة ازاي هنا؟ عملوا مفتاح الحياة، انفق فيه يطلع يتولد ولادة روحية من فوق عندنا، ويبقى فرعون يطلع إله فوق حسب تصوره، وبنوا المعابد للكلام ده. وهنا برضو نفس الكلام بيقول بطرس، ابتديت بلا بشيء يفنى بل بدم زكي لكي تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية، تطلع فوق تبقى آلهة شركاء الطبيعة الإلهية، تبقى إله شركاء الطبيعة الإلهية. قبلها قال الرب يسوع نفس الكلام في إنجيل يوحنا، أنا قلت أنكم آلهة، الذين موجود في الناموس
صارت إليهم كلمة الله صاروا آلهة. فإذا كان اللي صاروا آلهة صاروا آلهة دول يعني اللي بقوا إيه آلهة اللي قدسوا وأرسلوا العالم تقول لا أن أجدف لأني قلت إني ابن الله. فهنا على كل الحال ذكر الكلام إن دول هيبقوا آلهة. آلهة هنا جادز سمول جي يعني ملائكة قائمين إلى الأبد. يعني العقل كده قديسين وملائكة وحاجات من دي كائنات قاعدة على طول فوق بس فوق قاعدة فوق هنا قاعدة فوق هنا في النور والقداسة والحياة الأبدية هنا وهنا في تحت في هنا في ملائكة وهنا في ملائكة هنا في آلهة في هنا آلهة تحت في آلهة ظلم نجاسة شر فساد موت هنا العكس مش كده معكوس لتحت نازل لتحت في هوية الكون الروحي مع الشياطين أرواح نفس أرواح الشرير أنت هنا دول كلهم آلهة شر وهنا آلهة برضو خير يقول لك ميخائيل وملائكته حرم مين التانيين وملائكته الاثنين ملائكة الاثنين آلهة آلهة صغيرة يعني كده في إله كبير اللي هو الأب والابن والروح القدس لأن يعني لازم كل ينزل تدرج هرمي فوق هو الطب أبو كل الحاجات دي كلها فيبقى موجود. نيجي للنقطة الثالثة ولادة الآلهة لآلهة أخرى. في حاجة اسمها التسوع الإلهي أول ما المصريين بيفكروا عادي إيه هيتيجي الدنيا دي منين؟ لازم خلق ده هيجي من حاجة فقالوا الإله أتوم. إله أتوم ده أول حد طلع الحكاية كانت كلها غمر مية وظلمة زي ما بيقول موسى ظلمة وغمر كله وروح الله رفع رواك المياه هي بحلها طلع أتوم من تحت المية بهبطة كده طلع ظلمة وكل حاجة ورهيبة قوي ظلمة رهيبة ومفيش حاجة وغمر ومية وهو طلع عبر الحكاية دي طلع وطول فقال أخلق وموجودة هنا بطرس كمان قال لك خلق من الماء كل شيء حي فابتدى يخلق ما بيقروا الحاجات يعني في الحاجات خلق من الماء كل شيء حي فخلق الحاجات عمل قبل اثنين طلعوا منه هو مش ولد يعني مش الاب يعني ولد الابن اللي هو قائم الابد ازلي قبل اللي هو الرب يسوع المسيح بعد كده تجسد في العالم الاب والابن هنا ولادة انبثاق حاجه من حاجه انبثاق حاجه الروح القدس يقول لك انبثق من الاب فانبثاق الاب والابن دي عباره عن في الكون الروحي ولاده انبثاق بيولد تطلع منه حاجات تحت قوانين تحت حاجات مضبوطة لأن هو الآب الذات الإلهية فوق تطلع منه الصورة الإلهية تطلع منه كذا كذا واحدة فهو في حاجة اسمها تسوع الإلهي إله أتوم ده ولد اتنين والاتنين ولد أربعة والأربعة والاتنين ولد اتنين تانيين والتانيين ولد أربعة بقى اسمه تسوع إلهي خلق منه كل الوجود الأرض والسماء والهواء والشمس كله. ارجع لسفر لتكوين موسى بيتكلم ده أعمق في الفكرة إزاي بس في المجال دلوقتي هنتكلم عليه. فأصبح كمان اتخانقوا مسيحية قعدت 200 سنة تتخانق مين هو يسوع المسيح؟ وإيفن بولس الرسول تعبان قوي في الفيلم لما بصوا لقوا في 3 سنين 30 ل 33 طلع يسوع خلص العملية وكذا وانتشرت المسيحية وهم شالوا الحمل ده ينشروا المسيحية طب مين هو؟ مين هو اللي كان معانا ده وطلع وبعدين ظهر لنا تاني قام من الأموات واختفى؟ اختفى بعد 55 يوم اختفى اختفاء كامل ظهر لهم مش عارفين يقولوا ايه مين هو قاعد يعلن لهم بقى
مين هو وايه هو والكلام ده، وابتدى يتكلم بولس الرسول على انه هو بيخلق الكل والكلام ده كله، وموجود منذ الازل والابد والكلام ده كله وما الى ذلك. فلحد ما وصلوا لقانون الايمان لتوحيد الفكر المسيحي، العباده هتكون ايه؟ لانه قال اذهبوا العالم اجمع واكرزوا اسم الاب والابن والروح القدس، وعند حته ثانيه قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، وحته ثالثه ما ايها الاب مجدني عند ذاتك العالم في قبل مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فنزلت من السماء، ما نزلتش انا من الارض واعود الى السماء تاني. مين انت؟ مين انت يا يسوع؟ مين انت؟ فكر انساني معذور معذور. وبعدين الحاجات دي تمت، هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يتكلمون بالسنه جديده يحملون احيانا شرب شرب ميتا لا يضرهم وضعوا ايديهم على المرضى يبرؤون، وهذه الايات تعملون انتم اعظم منهم، لان مهما سالتم باسمي انا افعله. ليه؟ يتمجد الاب بالاب، يتمجد الاب بالاب. فاصبح الحاجات دي كلها انقطعت. بيتا دايما مسيحي اه كنائسي والحاجات دي كلها، في طوائف كتيره قوي وفي كاسلك وفي كذا وكيت كيت كيت وما الى ذلك، ما حدش بيعمل حاجه. هذه الايات لا تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يتكلم، كل ده نفاق. يضعون ايديهم على ايديهم حاجات نادره قوي قوي، ان كانت ندور الحاجه ما ياكدش ان في حاجه صح. فاصبح فتور الايمان، فتور الايمان. الفكره كلها ان لازم علم روحي مسيح حق يظهر هذه الامور. هل ده المسيح ده كل روح اتكلم عليه نزل من فوق وعمل الحكايه دي من 2000 سنه وتم كذا وانتشرت المسيحيه بناء على ذلك وعلى المعجزات العجيبه والقصص العجيبه اللي اتقالت والحاجات دي كلها؟ وبعدين مفيش ايمان، انما استمر هكذا يكون تماما في اي دين يحصل، بيطلع اديان تنتشر الدعوه يثبتها. اللي بيثبتها ايه؟ مصلحه بيزنس. يفضل الحاجات صحيح في المسيحيه الروح القدس، في اي اديان تانيه المهم يمسكوها ناس عاوزين الحاجه دي تمشي، انها ما بدوروش على خلاص الروح الحق، خلاص المسيح الروح الحق. فهنا ولادت الالهه لالهه اخرى. طبعا اتفقوا على ان الرب يسوع المسيح في قانون الايمان، مولود من قبل قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الاب في الجور، الذي به كان كل شيء، هذا الذي كان من اجلنا احد البشر ومن اجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، نزل من السماء وتجسد من مريم العذراء وتأنس الصلب عنا العهد بيلاطس البونتي. نعم نؤمن الروح القدس الرب المحيي المنبثق. في حاجه ثالثه ناقصها، رب المحيي المنبثق عاوز يجيب الروح القدس، وقال لك ده ثلاثي اب وابن وروح القدس. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، اب وبكنيسه واحده مقدسه جامعه راسوليه، حطوا الاسس تمشي الكنائس اردتم او لم تجدوا، هو كده لا الزواج والاسس بقى مسكين وبتاع اؤمن اؤمن والكلام ده كله. ما فيش خطر، لازم كده الايمان اهم حاجه لان الانسان ضعيف. هم قبليهم هناك مولود بالاب قبل كل الظهور والكلام ده كله قبليهم، فعندك انت ثالوث الهي واحد اللي هو الاب والابن والروح القدس، وقانون الايمان فسرها. في قبليها بقى 2000 3000 سنة 2000 ونص 1000 وما إلى ذلك، حاجات دي موجودة. في ثالوث إلهي وفي ثالوثات إلهية، يعني 2 3 كده، وفي إيه؟ يعني آمون والآلهة تبعه اللي هي موت والإله خنسه وما إلى ذلك، شاف الأمراض والكلام ده كده، ثالوث إلهي برضه. وفي واحد تاني موجود برضه ثالوث الهي، وفي تسوع الهي اللي هو تم به الخلق، وفي تسوعات الهي، قاعدوا عمليه وحده الالهه.
يتجمعوهم في ثالوثات إلهية. نفس الفكر آب وابن وروح القدس. ما غريبة، ما تقول أنا نزلت من الآب والآب من السماء فوق سماء يكون روحي، هو ما قالش كده يعني، إنما هو سماء يكون روحي، إنما أنا والآب واحد وأنا فيهم وأنت فيا والكلام ده كله. فأصبح في وحدة آلهة وفي ولادة آلهة أب وابن، وفي بعدين بيتحد معاه، مش يطلع منه ويحاربه، لا وحدة. أبي أعظم مني، أبي قلت لكم الآن قبل أن يكون، الرب يسوع بيقول لهم أبي أعظم مني، هو الآب أنا الابن، هو فوق وأنا تحت. وبعدين ده الروح القدس، روح الآب والابن مش رب، روح القدس مش رب، هو آب وابن بس، وليهم طبعا طبيعتهم روحية قدسية، آب وابن للذات والصورة، إنما دي طبيعة روحية، هو ده مفيش ثلاثة ولا حاجة، واحد ذات وصورة، ذات الإلهية والصورة الإلهية زي بالظبط هي هي. الإله راح، الإله يمون، الإله يمون، الإله خفي، اللي هو إله الريح والهوى خفي. الريح تحب حيث تشاء، لا تعلم أين جاءت ولا أين تذهب، هكذا كل من هدى من روح. يبقى ريح الروح، إله الريح ده خفي ما بيظهرش، عاوز يظهر للناس كل يوم، فعمل ايه؟ ابتدى يظهر بالشمس تحت معاه عشان يظهر كل يوم ويطلع، كل يوم يظهر ويطلع. فإله خفي أراد أن يتجلى للبشر ويظهر تفكير أعمق. الثاني ذات الإلهية عاوز يظهر للعالم فاتجسد، نزل في صورة جسد إنساني في العالم ويعمل عملية الخلاص، إنما هو أصلا ذات وصورة. فقال له أنا منجلني عند ذاتك بالبلد الذي كان لي قبل كون العالم. فهنا أصبح إن هو أنت بتتكلم عن مفاهيم روحية عميقة جدا أصلا موجودة. فهنا ما إلى ذلك يكون ولادة الآلهة لآلهة أخرى احنا اتكلمنا عليها. في بقى الترتيب الهرمي، الإله الهرمي في الكون الروحي، في ترتيب هرمي احنا عرفناه، كون الروحي ترتيب هرمي، وإلا ما يبقاش في الله الآب، تبقى لها بتلف كده وتجري. الإله العلي والأعظم Supreme God، Supreme God اللي هو الإله الآب، قال آب لكل الآلهة، كل الآلهة طلعت منه، الملائكة هتيجي منين؟ طلع منه. فعلينا أمره أن نسمع صوت كلامه، يهيئ رياحنا، ملائكة رياحنا، فلازم تبقى خاضعة له، تخضع له ازاي؟ ترتيب هرم، الهرم الروح العلوي، متدرجين في رتب إلهية، رئيس الملائكة مخارير رؤساء السبعة واقفين أمام الله، أقوى حاجة. رتب تحتيها هرمية كلهم في الهرم الروح العلوي، كلهم منورين، كلهم هكذا خاضعين لهم مدربين في الرتب الإلهية الهرمية، والذين يعملوا مشيئة الإلهية، مشيئة الإلهية الواحدة، ويعين البشر، بيعينوا البشر لأن عاوزينهم يجيبهم فوق، مش هيسيبهم لوحدهم في حربهم مع الشرير، عاوزين يعينوهم، محبوسين دول في بطن إبليس، وحاربوا يحاربوا قوات الوجود الروحي الشرير والمظلم والنجس والمضاد للإله الآب والابن اللي هو أخون صورته الإلهية، بيحاربوا، حارب إبليس وملائكته التانيين وملائكته، يوجد ما كانهم بعد ذلك في السماء تروح إلى الأرض تروح مع ملائكته نزل تحت، فحرب شغال في سفر الرؤيا باستمرار.
دول موجودين في ترتيب الهرمي الإله الهرم. كونك تقول بقى فوق هنا هنا سوبريم جاد هنا فوق، ما في فوق، يبقى هنا في طاقة ذاتية إلهية الله الأب، طاقة فكر وإدراك وإرادة وضبط مطلقة أبدية أزلية خالقة، وطاقة الصورة الإلهية، وجود الصور الإلهية اللي خلق به كون الصوري الروحي وكون الصوري المولود المخلوق. وبعدين هنا الروح، لأن الله روح، طبيعة روحية، هي روح الأب والابن أزلية أبدية لا محدودة، قوات عجيبة فوق قوي، قوة عالية فوق العلي، رأس الهرم الروحي فوق، محدش يقدر عليه فوق. ليه ما حدش يقدر عليه؟ لأنه فوق قوي، تحته طالع منه زي الشمس كده تطلع منها أشعة، كل الأشعة دي طالعة منه، ملهاش حكم لنفسها، طالعة منه خاضعة له، إنما قوية في الحرب، ميخائيل ودول ودول كائنات روحية عظيمة لها قوة، دول شافوها تحت قدماء المصريين قالوا أليه أليه دي أليه. وهنا كمان القديسين والملائكة هيطلعوا، قديسين هيطلعوا دول هيكونوا إيه موضوعهم؟ أنا والأب واحد، وبعدين هم هيبقوا واحد معانا فينا، أنا فيا هم فيا وأنا فيك، يكونوا واحدا كلنا واحد، يبقى كلنا موجودين فيه. بل أنت واحد تبقى شركاء الطبيعة الإلهية، إنما ليك ذاتك، ذاتك فهتبقى من آلهة، هتبقى من آلهة. فالترتيب الهرمي هنا هي إيه يؤدي إلى ذلك؟ كل دول الملائكة خضعة للقوات الروحية وكائنات روحية العلوية، العلوية الموجبة الحق والمضيئة اللي هو بسميها ملائكة أو آلهة، دي ملهاش حياة بذاتها، تستمد حياتها من الله الآب، كما أن الله الآب هو الاثنين بس دول لهم حياة في ذاته، كما أن الآب له حياة في ذاته، أعطى للابن أن تكون له حياة في ذاته. وبعدين ده جابهم اتحدوا معاه فأصبحوا لهم حياة تنبع من الآب والابن. وطبعا الابن اللي هو الإلهي اللي هو الصورة الإلهية للذات الإلهية، هو الابن الإلهي الأزلي الأبدي، واللي تم به خلق الكون الصوري الروحي والكون الصوري المادي، والتلاتة هيبقوا واحد، لأن مفيش ثالوث دلوقتي في آلهة المصريين، في ثالوث بس الثالوث طلع منه، يعني أنا بجيب آلهة بيتوالدوا مني منبثقوا مني فتبعي، ما أصبحش يعني الثالوث عمره ما هينقسم على بعضه، هيبقى وحدة واحدة، ثالوث إلهي واحد. هنا الوحدة حاجة وهنا في الوحدة دي حاجة تانية، ده الصورة الإلهية للذات الإلهية. إنما في قبل تفسير الصورة الإلهية والذات الإلهية الله ثلاثة، three guys ثلاثة، أب وابن وروح القدس، إلى الآن بيفهموها كده زي زمان، ثالوث إلهي يسوع إلهي ثلاثة مع بعض، ثلاثة مع بعض. إنما عشان ما يتخانقوش مع بعض مولودين منه، مولود من الآب، ما دام مولود منه مش هينقسم عليه، بس هو أعظم منه. يبقى الذات الإلهية وصورتها الإلهية وروح الإلهية القدوس هو الإله الواحد الحق السوبريم جود، رأس الهرم الروحي الموجب الحق المضيء والحي والمقدس، والذي تندرج تحته كل رتب الآلهة الأخرى الخدينة له إلى الملائكة والفعلين أمره، رؤساء الملائكة والملائكة زي ما قلنا، وكل الكائنات الروحية المخبرين قوة وطاقات روحية متنوعة، صرافيم وشرابين
وما الى ذلك، وذو ستة اجنحة، واللي شافوهم حاجات كتير قوي، وحيوانات مقدسة، كل ده عالم بيشوفوهم هم، والمصريين قبلهم شافوهم وعملوا حيوانات مقدسة، وفي حاجات برأس صقر، إله حرس رأس صقر موجود، يعني حطوا واحد رأس صقر واحد رأس نسر، والكلام ده كله موجود، الحاجات دي موجودة، ودول كلهم موجودين بضبط واتزان وجود وقاب الوجود، الكون الروحي، الكون المادي، وقام وقهر قوات وطاقات الهرم الروحي السفلي المضاد والمظلم والباطل والشيطان في ذاته وصورته، لازم لتحت ده تملي يبتدي ايه تبطه، ما قلتش تبطه يطلع فوق. فهنا عندك لوحة هنا بولس الرسول عرفها، المضاد والمرتفع طلع من تحت، كان قبل ما موجود طلع المضاد والمرتفع على كل ما ايه مقاوم ومرتفع على كل ما يدعى اله، حتى انه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، او طلع لحد هنا واخد وجود الانساني معاه عاوز يطلع، فلازم دول ينزلوه باستمرار قوات الملائكة، يلزم حدوده تحت في الهرم الروحي السفلي. هنا بتحصل مشاكل في العالم كبيرة قوي كل ما بيطلع. فأنت عايش في لغز. عايش في لغز زي ما بيقول بولس الرسول، ولكن هنا إذا وجع الوجع هتشوف له عجائب. ساعة ما تموت هتشوف له عجائب. هتشوف إيه؟ التانيين طبعا الهرم الروحي المعكوس ده ترتيب روحي سفلي معكوس رأسه في الهوية قاعدة الهرم هوية روحية وما إلى ذلك، وقاعدته رأسه تحت وقاعدته ملاصقة واخدة الوجود الإنساني الحي في العالم. نيجي بعديها بالنسبة للمصريين شافوا ان في آلهة الحق وآلهة الباطل. آلهة الحق هي آلهة النور والحياة والخير والقداسة، وآلهة الباطل هي آلهة الظلم والموت والشر والنجاسة، وكلاهما كائنات روحية، كائنة في الكون الروحي، اللي حيث الكائنات الروحية المضيئة والحية والخيرة والمقدسة قائمة في رتب روحية، طاقات روحية، قدرات روحية متنوعة، ومواهب روحية متدرجة في الهرم الروحي العلوي الموجب الحق المضيء تحت الإله الواحد الحق في ذاته وصورته وروحه، ويطلق عليها آلهة الحق أو ملائكة الحق أو كائنات روحية للحق. اللي فوق دول كلهم الكائنات الروحية للحق، دي كلها دي كائنات روحية للحق، قوات تابعة لها، ملائكة الحق، آلهة الحق، آلهة صغيرة كل قدرته بس عايش للأبد، فآلهة دي قوة معينة، رؤساء ملائكة وملائكة وكذا وأشكال وأنواع وحاجات الحرب، حرب يحرب أرواح نجزة أرواح شريرة، أصناف وأنواع في الحرب تحت الأجناس دي. من يسوع نفسه بيقول له من أنت؟ نحن لاجئون. مين أنت؟ قال له كذا كذا، عاوز يعرف جنسه. أجناس كتيرة موجودة، أجناس يعني إيه؟ كائنات غريبة وعجيبة، روحية سالبة هنا مظلمة، أرواح نجسة، أرواح شريرة، أرواح شياطين، كلهم موجودين هنا. فبيقول له أنت فين؟ هنا برضو ده سيم سيم، عشان يحاربوهم فتبقى لها إيه؟ آلهة موجودة، قوات تبع هنا سوبريم هنا، واللي تحت دول تابعين لتحت، فهنا لقوات وهنا قوات، دول حيين ودول حيين، دول يعني وجود سالب ابدي مظلم. يقول عليه ايه؟ موت. الموت ما بيموتوش، هو شياطين ما بيتموتش، ده لسه في النهايه لما يبقى فيه قبالنا من النار.
لإفناء الوجود الروحي السالم. إنما هم ما بيموتوش، ولا أرواح الشرية بتموت، ولا أرواح النجسة بتموت، ولا الشياطين بتموت. والشيطان موجود واخد في بطنه في جوفه الوجود الإنساني في العالم، وأصبح الحرب شغالة بين فوق وتحت، وإنت مش دريان هموم هذا العالم تخنق القلمة فتصير بلا ثمر لحد ما توكى الله. فهنا آلهة الحق اللي هي فوق الكائنات الروحية، ايه شغلتها؟ كائنات ملائكة، رؤساء ملائكة وكتل الرجال كده، زي ما انت شايف تدريج ارمي ماشي قوات كده، كل ما ينزل تحت بيبقى ايه؟ نوع نوعية معينة من القوة والحاجات دي، والتأثير كله غرضه يقمع الوجود الهرم الروحي السفلي، الكائنات اللي فيه عشان ينجي الوجود الإنسان، لأن العالم هينتهي، هيخرب الدنيا الشيطان. فهي هنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. الأرض إيه؟ فيها إبليس واخد الوجود الإنساني في جوفه. مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. المشيئة فوق، مشيئة عبارة عن قانون، المشيئة عبارة عن إرادة ضابطة، قانون. القانون ده قوانينك تكون في السماء كذلك على الأرض. فهي شغلتها هنا الملائكة ورؤساء الملائكة وجميع الأصناف من الكائنات الروحية اللي قعدوا يقولوا مثلا دي كذا، سيرافيم، شروبيم وما الى ذلك، وذو الستة اجنحة وما الى ذلك، حاجات كتيرة ما يستوعبهاش العقل، كتيرة جدا. دي كلها قوات كائنات روحية غريبة وعجيبة ولها قدرات جامدة جدا بتحارب قوى الشر والنجاسة والظلمة وما الى ذلك، وبتنجي الوجود الانساني عشان يستمر العالم. فهنا المشيئة هنا عبارة عن ايه؟ قوانين الطبيعة دي لازم تمشي بقوانين، وهو هنا بينظمها الإله الواحد. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ايه هو القانون؟ ايه هو القانون اللي بتمشي؟ دي ترمي ده كده لازم تنزل، دي تعمل كده لازم. ما كانش في قوانين مسطورة كده موجودة خفية تمشي الحاجات دي، الأحداث دي كلها تمشي، كله يمشي أي كلام. تيجي مثلا تسيب دي تطلع لفوق، تيجي تسيب دي كذا، قانون جاذبية، قانون كذا، قانون كهربية، قانون الحاجات دي، كل قوانين تسير بمقتضاها الأحداث في العالم. مين اللي بينظمها؟ لتكن مشيئتك. ملائكة دول رؤساء الملائكة، وتحت بيعاكس هذه القوانين، فتقوم لخبطات اللي هي شايفها دي من الأحداث الغريبة دي. فهنا يعني أن الإله هو كل حاجة لها قانون تمشي بموجبه. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. فالإله ماسك العقل الإلهي، ماسك كل القوانين دي تمشي بحسب مشيئته، ما تحتش حاجة مظبوطة، تسير بمقتضى الأحداث الطبيعية في العالم، وذلك لأنه هو الذي خلقها ويلزم أن يضبطها، لأنه اسمه الذات الإلهية الإرادية الضابطة لكل القوانين، يضبطها بقوانين لا تحيد عن إرادته وعن مشيئته، بيرفكت.
فعصفوران يباعان بفرس واحد وواحد منها لا يسقط بدون إرادة أبيكم حتى شعور رؤوسكم محصاه. فهنا غريب أو الأمور ماشية قوانين، لأن أنت لو صبحت ليلة كده وقمت لقيت القوانين دي مش موجودة كل حاجة غلط هتبقى. ويجمع كل السبعة بليون سبع مليارات سبع ألف مليون مولودين يعني في العالم يتفهموا بالزمن والساعة والكلام ده كله بالعقل الإلهي اللي ضبط الحاجات دي كلها. فما تقولش ما فيش إله، ما فيش سوبريم جاد، ما فيش إله خالق، لأن أنت لو صبحت إيه اللي تقدر تعمله أنت ماشي على هذا النظام. كذلك قدماء المصريين نظروا إلى قوى الطبيعة كالشمس والقمر والريح والهواء والنار والسم والسماء والأرض والبحر والنيل وجعلوا لها قوانين، في واحد بيمشي بس هم فصلوا بين كل القوانين. قالوا في إله بيمشي الشمس دي، ما هو مش معقولة واحد الشمس والنيل والهواء والكلام ده هو واحد يمشيهم واحد بس، كلهم يندرجوا تحت واحد، إنما في واحد مميز عشان يعبدوه ويبقى رئيف رحوم معاهم ورؤوف معاهم. فقالوا الشمس دي تطلع كل يوم، كل يوم ما تطلعش هيتخرب بيتنا، كل حاجات هتموت، فلازم لها إله نقدسه ونعبده ونعمل له حاجاته وطقوسه وبراسيمه، سموا الاله رع اله الشمس. قالوا كمان هو قانون بتصير بمقتضاه، الشمس عباره عن تفجيرات نوويه، هيدروجين يتحول الى هيليوم باستمرار، طول لسان النار اللي طالع من الشمس ده 120 كيلو رهيب. فهنا تفجيرات رهيبة، هما شايفين الشمس بتطلع جميلة جدا، فقالوا وبتختفي بالليل، فقالوا ده وراه حد، ما انت ما جبتش حاجة جديدة، انت قلت الله هو اللي خلق كل الحاجات دي، اوكي هما بيقولوا وراه حاجة إله الشمس. فإله الشمس ده اللي هو اسمه رع بيطلع يشرق في المشرق في الصبح ويذهب في المساء، بيشرق في بالليل بيختفي. فقالوا بيختفي ليه؟ هو ما عندهمش حاجة غير كده، وإلى حتى ما جه المسيح مش نزلت من السماء، ما فيش تفسير علمي لأي حاجة، كلم كلام كيفي كله، التانيين بيسبقوه بيتكلموا كلام علمي إلى حد ما. فقال إيه؟ بيذهب في المساء إلى أساف الأرض ليحارب الحية الشريرة أنوبيس ويقرا، ثم يعود ظافرا ومنتصرا ليشرق على الوجود والنور، على الوجود الذي هو نور الشمس، بنور الذي هو نور الشمس، يطلع تاني كل يوم عارف إن في حالة وحشة تحت الأرض بيروح يكسرها، ويطلع تاني بالليل كل يوم يعمل مجهود رهيب. كذلك الإله أمون، فده قالوا ده وراه حاجة، إله رع ده إله الشمس ده قوي جدا بيطلع النور الرهيب ده كله لأنه بيتجلى للبشر، وبالليل بيختفي، بيختفي بيروح فين؟ مش قادرين يعرفوا، مفيش علم، وأيام المسيح مفيش علم، ما قالش حاجة على هنا. فهنا تجميع ما بين الأفكار بتاعهم، وأنت دلوقتي قرن 21 بتفهم الأمور دي كلها. فقالوا إن هو ده بيبتدي بالليل بيختفي ليه؟ آه في حاجة بيختفي، ده بينزل تحت الأرض في حية شريرة، حي حاربة التانيين، حاربوا كل يوم، ما خايل حرب مرة واحدة مرتين، إنما ده حرب كل يوم، كل يوم ينزلوا تحت،
حيه. تنين افعل كبيره قوي في باطن الارض يضربها تمام، لا لو قامت تلخبط الدنيا كلها، ويطلع تاني يشرب كل يوم يعمل كده. يعبد ولا لا يعبد؟ يعبد في مفهومهم، يعبد. كذلك ايه؟ الاله امون، اله خفي، لانه هو اله الريح والهواء، خفي، وهو الذي ينظم حركة الرياح والعواصف وحركة الهواء، هو الاله بتاعها، هو اللي بيعمل الحاجات دي. وقد اتحد مع الاله رع، الالهين قالوا لنا مصلحة نتحد مع بعض. إله الشمس، وصار الاثنان إلها واحدا، الإله أمون رع. الاثنين بقى اسمهم إله أمون رع. الفكر الإنساني بيفكر فكر إلهي يعمل كده، أي أن اتحاد الشمس الحرارة مع الهواء جدد الوجود المخلوق وأنبت الزرع وأحيا المخلوقات بما فيها الوجود الإنسان. لولا اتحاد الحرارة كلوروفيل وبتاع والشمس مع الهواء والبتاع ده ما كانتش الحياة دي صارت، فاتحادهم كان معقول. الإله الجديد ده اتحاد الاثنين مع بعض يعبد. كمان المصريين القدماء قالوا مش بس الطاقات الطبيعية والمادية والحاجات دي زي الشمس والنيل والهواء والبحر وما إلى ذلك، دي آلهة كلها، نظم البحر ده إله، إله البحر رهيب، عشان ما يجيش ويقف وبتاع والكلام ده كله ما يطغاش على الأرض يطلع السنومي والحاجات دي كلها. فإيه اللي لازم نعمل له طقوس وعبادات عشان يلتزم هناك بقى عند دكتور البحر دول. لو أن المصريين قالوا كمان إيه، لو عرف الطاقات المصريين، يعني لو عرفوا الطاقات المادية الحالية زي الطاقة الكهربية، مفيش كهرباء ولا أيام المسيح، والطاقة النووية مفيش حاجات، والطاقة الذرية والطاقة الإلكترونية، ده كانوا جعلوا من كل طاقة إله، لأن ده اللي بينظم حكاية الكهرباء دي منين؟ في إله بينظمها في قانون ما تحكش عنه، لازم حد يبقى ماسكها، ماسكها حد ينظمها. لا جعلوا إله للكهرباء، إله للطاقة النووية، إله للطاقة الذرية، كل دي حاجات طاقات طبيعية، لأن هو الفكر الإنساني كده، ما هيجيبها منين الحاجات دي كلها؟ لو أنا هتخترع لي حاجات وفي الآخر تقول لي أموت، صوت خدت إيه؟ ورجدت خدت إيه يعني؟ ايه يعني تحييني النهارده وكذا وبعدين امشي؟ مش عاوزين هم الحته دي ابدا. فين الالهه اللي بتنظم سر الامور دي كلها عشان اوصل لهم؟ ولما اوصل لهم هحيا، هغلب الموت. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاويه؟ مفيش موت، هينتهي الموت بالطريقه دي. فهم جعلوا، وعلى كل حال كانوا هيعملوا كل حاجه اله، على كل حال لقد جعلوا الها للطاقه الشمسيه، وهي الاله رع، دي طاقه شمسيه معروف، الاله رع بتاع الطاقه الشمسيه، واله لطاقه الرياح والهواء وهو الاله امون. المسيح نفسه يسوع بيقول دفع علي كل سلطان في السماء والارض، القوه دي كلها معايا. يعني ايه دفع الاله كل سلطان السماء والارض؟ كل قوانين معايا، قوانين معايا كلها، انا اتحكم في كل الوجود. لان انت بتحكم في السماء والارض، بتحكم بموجب قوانين. لو انت رب القوانين، رب الالهه دي القوانين، يبقى انت واحد خلاص. فازاي القانون بتفهمه؟ عجيبه ان الحاجه تشير بموجب القوانين، لا تحيد عنه. وده العلم الجديد، العلم يعني
نتقدم دوروا على الطاقات المادية بتمشي ازاي. في طاقات روحية بتمشي بطريقة تانية، حاجات تانية طاقات روحية ليها نفس الطريقة يعني بس بطريقة أخرى. وهنا أخيرا بقى اللي هم المصريين بس ما قالوش كده بس، من طاقات آلهة المواهب الإنسانية، آلهة المواهب القدرات الطبيعية، قوى الطبيعة يعني، قالوا فيها كمان الوجود الإنساني ده متنوع، واحد يطلع حكيم، واحد يطلع عريف، واحد يطلع فهيم، واحد يطلع فنان، واحد يطلع عنده فنون، واحد يتفوق في العلم والحكمة وما إلى ذلك. قالوا يبقى فيه وراء الحاجات دي آلهة برضه، في حاجة آلهة بتدي الحاجات دي. فقالوا إيه الحاجات دي بقى؟ إيه؟ ماهيش طبيعية، مش قوة طبيعية، دي حاجات روحية، اللي هي مواهب الروح القدس، مواهب الروح القدس. بس هم عملوها إن الإنسان بيطلع فيه حاجات من دي، يبقى دي ليها آلهة. فقالوا إيه؟ قالوا إيه؟ آلهة آلهة الحكمة، معرفة، الكتابة، الفنون، السحر، في آلهة السحر وما إلى ذلك. وزي ما بيقولوا بالمسيح حكمة الله وقوة الله، في يسوع في حكمة الله وقوة الله، هتبقى فيك عندك الحكمة الإلهية وقوة الله موجودة فيك، اللي هي مواهب الروح القدس، المواهب الروحية اللي هي مواهب إلهية، لأن روح القدس مواهب إلهية. وهو قال روح القدس يحل عليكم، يعني قصدي ما إلى ذلك، ما يعني تنبثق الروح القدس ويتجدد ويديك قوة، ما تحل عليكم يديك قوة وتفعلوا حاجات وعجائب. فهنا مواهب الروح، مواهب الروح دي جاية مواهب روحية إلهية، روح الله، بروح الله، مواهب روحية إلهية، وهكذا يكون.
القدس إله واحد أمين. وحاليا هنتكلم على كتاب يسوع المسيح في ناسوته وليته. هذا هو كتاب يسوع المسيح في ناسوته وإلهيته. هنتكلم في محاضرة رقم 13. أمامك على السكرين رب المجد الإله الحق والحياة الأبدية الرب يسوع المسيح، وهو ماسك الإنجيل بشارة الحق للعالم أجمع اللي هتولد من جديد. بشارة دلوقتي احنا 2017 ولادة العالم، تاريخ ميلادي جديد للعالم. أمامك على السكرين الرب يسوع المسيح، وأمامك على السكرين أيضا كتاب يسوع المسيح في ناسوته وأولويته. هذا هو الغرض من المواضيع دي كلها، إن شهادة الحق. أولا هنتكلم على الفصل الأول، ناسوت المسيح تجسد المسيح. يسوع المسيح كل العالم عرفه إنسان، بس هو اللي قال إن أنا نزلت من السماء. إنما معرفتنا بيسوع المسيح إن هو إنسان، فيسوع المسيح ابن الإنسان. هو قال عن نفسه ابن الإنسان، يعني نزل من مكان معين عشان يكون في الوجود الإنساني. يعني ابن الإنسان الصفة أو الصورة التجسدية ليسوع المسيح. ورد في الكتاب المقدس في العهد الجديد أقوال تعبر عن شخصية يسوع المسيح الإنسانية اللي هي التجسدية. وقد أظهرت هذه الأقوال يسوع المسيح في صورة إنسانية منفذة ومتممة لتنبؤات سابقة مكتوبة. متى 26:34، ابن الإنسان يقول عن نفسه ابن الإنسان، ماضي كما هو مكتوب عنه. متى 26:39، وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر هني هذا الكأس، وليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، حسب إرادة الله الآب أبا. بذلك كان هناك طريق مرسوم وحتمي، وهو ما سبق أن تنبأ عنه موسى والأنبياء والمزامير في العهد القديم، ليسير فيه ابن الإنسان منفذا لإرادة الله الآب ووصيته. يوحنا 12:49 هو بيتكلم، ده الرب يسوع المسيح ابن الإنسان، إني لم أتكلم من نفسي، من ذاتي يعني، من فكري الإنساني، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم، ولا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. ولقد عبر الكتاب المقدس عن صفة المسيح الناسوتية الإنسانية يعني، وأنه أخذ صورة الإنسان ليقدم جسده ذبيحة فداء عن خطايا العالم، ويكون الصلح بدم صليبه. فيلبس فيليبي 2:6-8، الذي اسكان في صورة الله، هو صورة الله غير المنظور، والأقلوم الثاني لله اللي هو أقلوم الصورة الإلهية، الله ثالوث قدوس قائم في ذات إلهية صورة إلهية روح إله، 3:1، ذات وصورة وروح زيك بالظبط، ذات مخك صورة جسدك روحك روحك. إني لم أتكلم. وقد عبر الكتاب المقدس عن صفة المسيح الناسوتية، وأنه أخذ صورة الإنسان ليقدم جسد ذبيحة فداء عن خطايا العالم، يكون الصلح بدم صليبه. في فيلبس 2
6 فيليب 2 6 8 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الهيئة كإنسان هو مش إنسان، وجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت موت الصليب. كل ده بولس الرسول بيحاول يفهم مين هو الرب يسوع المسيح. بذلك كان حتمية، هناك حتمية لتجسد المسيح وأخذ صورة العبد ووجوده في هيئة كإنسان ليكون الوسيط بين الله والناس في قضية الغفران، ليتم مغفرة ببذل نفسه فدية لأجل الجميع. هكذا حب الله العالم حتى بذل له ابنه الوحيد لكي يخلص كل من يؤمن به، تكون له حياة أبدية لكل من يؤمن به، بل تكون له حياة أبدية. واحد تيميساوس، واحد تسالونيكي 2:5-6، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع الإنسان، إنسان يتم به الصلح، الإنسان يسوع مش إله، لازم يكون إنسان، مش إله فوق هيجي يصالحهم، نو، إنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هذه الأقوال عبرت عن الصفة الناسوتية الإنسانية، يعني اللي هي التجسدية للمسيح، المسيح اللي هو الابن الإزلي الأبدي اللي هو يكون صورة إلهية. إذ بالرغم من أنه في صورة الله، أي أنه من طبيعة الله وجوهره، ليه؟ لأن الله قائم في ثالوث قدوس، ذات إلهية، صورة إلهية، روح إلهي. الصورة الإلهية هو ده يسوع المسيح، نزل في وجود إنساني في بطن العذراء، فأصبح هو من طبيعة الله وجوهره. تنازل وأخذ الصورة الجسدية، صورة العبد، وصار في هيئة الإنسان ليكون بذلك جامعا للطبيعة الإلهية اللي هو أقنون صورة الله، والصفة الناسوتية اللي هي صورة العبد الإنسان، في كيان واحد وشخص واحد هو يسوع المسيح ابن الإنسان، ليقوم بتقديم جسد ذبيحة فداء عن خطايا العالم، ليبطل بذلك الحكم الإلهي القادم بالموت على الجميع، إذ هو قد مات فداء عنهم ونال حكم الخطية بدلا من الجميع، فأعفى الجميع بذلك من الحكم لكل من يؤمن به، سيقوم الأموات بجسده ويقيم الجميع معه، إذ قد أسقط عنهم حكم الموت، ثم يدينهم كل واحد بحسب أعماله، لأنه ابن الإنسان الحاكم العادل، لأنه حاكم يجمع بين الصفة اللاهوتية والناسوتية. ده زي أبيوب ما بيقول يعني. فبذلك نجد أن هناك حتميتين لتجسد المسيح. الحتمية الأولى لتقديم جسد ذبيحة فداء عن خطايا العالم، ليتم الصلح ومغفرة الخطايا بدم، ولينقل وجود الإنسان كله لكل من يؤمن به إلى ملكوت الله. الحتمية الثانية ليكون المثال الإنساني الكامل للبشر في حياتهم مع الأرض وانتصارهم على الخطية، وليعطي بذلك النموذج الكامل لإنسان الرب، من منكم يبكتني على خطية، حتى عندما يدين كل واحد بحسب أعماله تكون الدينونة عادلة، إذ كما سلك هو ينبغي أن نسلك نحن. ده صعب طبعا. بذلك يكون المسيح الذي هو صورة الله تجسد في صورة الإنسان، ليصير بذلك يسوع المسيح ابن الإنسان، الشخصية الإنسانية الإلهية، أي الإله المتجسد، التي وإن كانت في الهيئة إنسانا ولكن في الأفعال إعجازية، دل على وجود الذات الإلهية في الصورة الإنسانية متحدة بها. ودليل على ذلك أن يسوع المسيح قام بجسد من بين الأموات، من الموت يعني، وصعد بالجسد إلى السماوات
وجلس عن يمين الله، أي أن التجسد ليس تجسدا وقتيا ينتهي بتقديم لجسد ذبيحة ثم القيام بالروح، بل أن التجسد قائم إلى الأبد، فهو حياة المسيح في الجسد وموت المسيح بالجسد وقيامة المسيح بالجسد. ولقد عبر الكتاب المقدس عن سمات يسوع المسيح ابن الإنسان وقدراته الإعجازية، لتكون هذه السمات والقدرات دليلا عن يسوع المسيح ابن الإنسان هو الطبيعة الإلهية المتجسدة في هيئة إنسان. أولا، ولادة ابن الإنسان. جاءت ولادة يسوع المسيح ابن الإنسان بطريقة إعجازية ومخالفة للولادة الشائعة، وهي التي تنتج عن اجتماع الرجل بالمرأة كولادة جميع البشر، ليكونوا بذلك نتاج الطبيعة الإنسانية. إذ جاءت ولادته من العذراء مريم التي حبلت من الروح القدس روح الله. لوقا 1:65، الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظلل، لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ده الملاك بيقول لها. متى 1:18-20، وجدت حبلى من الروح القدس، لأن الذي حبلى فيها هو من الروح القدس. وعلى ذلك فالمولود بالعذراء لم يكن إنسانا مثل كافة البشر، إذ لم يكن من مشيئة جسد رجل بل من مشيئة روح الله. وجدت حبلى من الروح القدس روح الله، أخذا الصورة الإنسانية التجسدية من بطن العذراء مريم. لذلك أطلق على المولود ابن الإنسان، المولود اللي هو ابن الإنسان في ذلك الوقت، ابن الله، إذ هو من روح الله. دي حاليا يعني هذا المنطق اللي هو اللي اتقال ده. في احتمال اي حد، احنا مسيحيين نؤمن بالمسيح ونؤمن بالرب يسوع المسيح، وانما عامة بالاحداث التاريخية هذا الحدث حصل ما بين الملاك وجبرائيل وبين العذراء مريم، قال لها كده هذا الكلام. والعذراء مريم في ذلك الوقت لا تتعدى 16 سنة 17 سنة 18 سنة، يعني السن الصغير ده جدا يعني. فإن كان قد يقول قائل الكلام ده ليس له يعني نتيقن منه ازاي بالايمان، صحيح لكلنا بنؤمن بالكلام ده كله، لكن بالرجوع للاحداث القديمه في حمل يعني في التدين القديم الفرعوني والكلام الى ذلك، حمل العذراء والحاجات دي من حاجات من الكلام ده كله، ما فيش شهادة يقينية بهذا الحدث إلا إذا تلتوا أحداث غريبة. ليه؟ يعني أنت مش هتصدق دي، صدق دي. معجزات ابن الإنسان في العالم دي شهادة الناس موجودة. أنت ما قلتش الصدق لعذراء مريم ولا يوسف ولا كذا، ما قلتش الحقيقة إيه اللي حصل، لسبب ما المولود ده هيطلع يعمل ايه؟ لازم تظهر له حاجات غريبة تدل الكلام ده صح. المية تكدر الغطاس. فإذا كنت أنت صادق في قولك وجي الملاك، يبقى يتلوه معجزات عجيبة أوي حصلت. إيه هي؟ معجزات يسوع المسيح ابن الإنسان في العالم. لأن هو دلوقتي ابن الله. اتولد من روح الله. وجدت حبلى من الروح القدس. ده مين اللي قال لها؟ الملاك شخصيا. حاجة في الخفاء يعني كده قال لها هذا الكلام، وهي قالت الملاك جالي وقال لي. هو بليف، هتصدق مين؟
لازم يطلع المولود ده ليه قدرات غريبة، والعذراء كانت بتشوف الحاجات دي وتلاقي في قدرات غريبة وتقول في قلبها، تفتكر في قلبها لأنها ما تعرفش حاجة أبدا، حاجة عجيبة. واحدة تحمل من غير راجل، قالت للملاك كيف يكون لي ذلك وأنا لم أعرف رجلا، بتقول الله الروح القدس يحل عليك وقوة العلي الظليل، لذلك قدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنشوف ابن الله ده هيطلع ايه. طلع مش تمام يبقى كذا، ان طلع له قدرات الهية يبقى ابن الله. فايه هي معجزات ابن الانسان في العالم؟ لان ده انسان طبعا. قام يسوع المسيح ابن الانسان بمعجزات ميزته عن جميع الرسل والانبياء وكافة البشر، لتظهر وتستشهد هذه الاعمال عن الطبيعة الإلهية فيه. ابن الله فعلا. إذ أصبح عنده كل شيء مستطاع. زي الإله، إله نزل على الأرض. فخرج بذلك عن نطاق القدرات الإنسانية المحدودة، وحتى عن قدرات الأنبياء والرسل. فليس هناك نبي أو رسول فتح أعين الأعمى، كما أنه ليس هناك من أقام سلطانه الموت من بين الأموات. فعند تتلخص هذه الأعمال الإعجازية التي قام بها الرب يسوع المسيح، وكمان عندك يوحنا هنا 20:13-31 وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذه الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله. مش هنشهد ان العذراء مريم مصدق الكلام ده، نو. ملاك جالها وكلمها المولود منك يضع ابن الله، لان روح القدس يحل عليك وتعالى بظليلك، وجد حبلى من روح القدس في وجهك. والمنطق الانساني لازم يعمل حاجات غريبه. فهنا كتبت لتؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله. وتتلخص الاعمال الاعجازيه التي قام بها الرب يسوع المسيح ابن الانسان في معجزات شفاء، شفاء البرص، متى 8:3 مد يسوع يده ولمسه وقال له اريد فاطهر، فالوقت طهر برصه. قوه خرجت منه، طاقات موجودة إلهية، ده ابن الله. لمس المرضى شفاء، عشان كده قال لهم هذه آيات تتبع المؤمنين، يضعين أيديهم على المرضى فيبرؤون. شفاء المفلوجين، متى 9:6-7 حينئذ قال المفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فقام ومضى إلى بيته. مشلول ما بيتحركش على طول، قام. قوة روحية إلهية خرجت منه وشافت المرضى ده. ابن الله، مش قدرات إنسانية. شفاء المجانين وإخراج الشياطين، إخراج الشياطين من المجنونين وخروج الشياطين إلى قطيع الخنازير وهلك في البحر. قال لهم للشياطين امضوا فمضوا إلى قطيع الخنازير. بيكلم القوات الروحية السالبة، شياطين، يبقى ده مش إنسان، ابن الله. شفاء المجنون الأعمى الأخرس، متى 12:23 حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، أعمى وأخرس، تكلم وأبصر. متى 15:21 شفاء ابنة المرأة الكنعانية المجنونة. متى 17:18 انتهروا يسوع فخرج منه الشيطان وشف الغلام في تلك الساعة. ومرة تانية كمان مرقس 5:8 اخرج من انسان ايها الروح النجس، بيكلم شياطين ارواح نجسة ارواح شريرة، ده جاي من عالم تاني خالص، جاي من فوق وشايفهم، ابن الله على طول، مفيش انسان هيعمل كده. في
وجود إلهي. متى 9:39 لمس عيونهما شفاء العمي. متى 9:39 لمس عيونهما قائلا بحسب إيمانكما ليكون لكما فانفتحت أعينهما. عينهم اتفتحت لأنه آمنوا بيه. فاللي آمنوا بيه راحت القوة لإيمانهم منه. فعمل القانون الإلهي، الطاقات الروحية، العلم الإلهي المسيحي شفى بيه لأنه هو جاء من فوق. متى 20:33 برضو الشفاء العم. تحنن يسوع لمس أعينهما فالوقت أبصرت أعينهما فتبعا. شفاء مرضى بأمراض مختلفة. شفاء حماد بطرس ده في الأول خالص، لمس يدها فتركتها الحمى. متى 7:15 شفاء امرأة لها نزيف من 12 عاما مست هذا بسبه فشفيت. متى 9:23 سقي ابنتي إيمانك قد شفاك. أمنت بي خرجت منه القوة شفته. معجزات البركة، يبقى احنا قلنا معجزات الشفاء، هنتكلم على معجزات البركة. متى 14:18 بارك وكسر 5 أرغفة وسمكتين وأعطى لتلاميذه فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة والأكلون نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. معجزات بركة. متى 15:23 بارك 7 خبزات وقليلا من صغار السمك فأكل الجميع وشبعوا. وفضل عن كسر 7 سلال مملوءة وكان الأكلون نحو 4000 رجل ما عدا النساء والأطفال. بركة كبيرة جدا. خضوع الطبيعة كمان لابن الإنسان. متى 28 ثم قام وانتهر الرياح والبحر، إله البحر والرياح، إله الرياح، فصار هدوء عظيم. ده إله، إله، ده إله بالنسبة لآلهة المصريين زمان، إله أمون، إله البحر، إله الرياح والبحر. فهنا طلع إله جاي من فوق، إله جاي من فوق، جاي على طول. طهر الرياح، اسكت ابكم. راح البحر سمع الكلام والرياح هدت، صار هدوء عظيم. أخيرا إقامة الموتى. شهد الكتاب المقدس بأن الرب يسوع المسيح الابن يقيم الأموات ويحيي من يشاء. يوحنا 5:31-20 لأنه كما أن الآب اللي هو الله يقيم الأموات ويحيي، كذلك الاب الرب يسوع المسيح أيضا يحيي من يشاء. فهنا بيتكلم عن نفسه، عن ذاته الإلهية، عن يعني وجوده الإلهي، إنه حامل الوجود الإلهي في وجوده. الآب يحيي من يشاء، أنا كمان بحيي من يشاء. إنما حصل الكلام ده، مش كلام بس. لذلك قام يسوع المسيح بمعجزات إقامة الموتى الآتية. متى 9:24 إقامة بنت رئيس المتكئ أمسك بيدها فقامت الصبية. يا طبيسة قومي، قامت. فبيقاوم موت. اللي بيقاوم موت ده له سلطان على الموت. بيقاوم موت. هو بيقول مش أنا بقول الأب كذا، كمان أن الأب يحيي من يشاء، أنا ليه يحيي من يشاء. أنا طبيسة قومي، تقوم. لوقا 7:13 إقامة الميت الابن الوحيد لأمه. لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش ووقف الحاملون فقال أيها الشاب لذلك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعوا إلى أمه. عجائب.
عجائب اثبتت ان هو ابن الله. احنا مش هنؤمن بان هو ابن الله من كلام العذراء مريم، لان العذراء مريم بتقول ملاك ظهر، لازم ابن الله يبان اعماله، هي الاعمال العجزيه دي. وبعدين اقامه لعذر من بين الاموات، قالوا له قد انتن يا سيد، قال العذر قالوا مخريا. فقام الميت ويداه ورجلاه مربوطات باقمطه، قال فكوه وضعوا ياكل يخرج. فهنا اللي هو عمله ده رهيب وعجيب، تشهد ان الطبيعه الالهيه موجوده فيه. الطبيعه الالهيه موجوده فيه في اخر 3 سنين بس، لان قبل كده في حته لم يكن يسوع تمجد بعد كامنا فيه. ما قدرش كده من هو سنه 3 5 7 سنين يفضل يعمل هنا وهنا وهنا، ده جاي يعمل حاجه ويقدم جسده ذبيحه ويظهر طبيعته الالهيه الموجوده ويخلص، عشان كده المده قد قصيره جدا. هذه المعجزات التي وردت في الكتاب المقدس على لسان الرسل والتلاميذ الذي عينه الرب يسوع المسيح، وشهدوا هذه المعجزات شهود العيان بعينيهم شافوها فآمنوا بها بسبب الأعمال، قال ابن الإنسان عن ذلك، قال عن كده صدق يوحنا 14:11، صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني بسبب أعمال نفسها. الآب والآب فيا، أنا والآب واحد، أنا مولود من الآب قبل كل الظهور. ده موضوع تشهد له آلهة المصريين الفكرة دي. هذه الأعمال الإعجازية الخارقة للطبيعة البشرية من معجزات الشفاء للعمي والبرص والمفلوجين والمجانين وإخراج الشياطين إلى معجزات البركة ومعجزات إخضاع الطبيعة ومعجزات إقامة الموتى التي تعتبر قمة الإعجاز وفي نطاق المستحيل. إلى الآن محدش قادر يقوم حد ميت. جميع هذه المعجزات شهدت أن الرب يسوع المسيح ابن الإنسان هو إنسان في الصورة فقط، في الهيئة فقط إنسان، ولكن قدراته غير بشرية تفوق الطبيعة الإنسانية المحدودة للقدرات، والتي ظهرت أمام هذه الأعمال في نطاق المجال محال والإعجاز الذي لم يقم به بشر من قبل، ولم يشهد هو تاريخ البشرية على أيدي الرسل والأنبياء المرسلين من الله. زاد على ذلك أن الرسل والتلاميذ عملوا هذه الأعمال وهذه المعجزات بذاتها كمان، مش بس انتوا احنا هو بس، ما عشان يصدقوا هو بيعمل احنا ما بنعملش، هو هيمشي خلاص، طب هنعمل ايه؟ يدينا الحاجة عشان نحس كهرباء تمشي فينا، كهرباء الإلهية، ونحس بنعمل حاجة، يبقى ده سليم. بذات اثناء تبشيرهم بالكلام، فعملوا هذه الاعمال باسم الرب يسوع المسيح كما اوصاهم بذلك. مرقس 16:17-18، هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بالسنه جديده، يحملون حيات، وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون ايديهم على المرضى فابرؤون. يوحنا 14:12-13، الحق الحق أقول لكم، حق من آمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعل. الاثنين دول استمرت هذه الحكاية لحد ما انتشرت المسيحية، وبعد ديكلاين، ما فيش دلوقتي حد بيعمل حاجة. أصبحت الإيمان المسيحي إيمان اسمي، 2000 سنة دلوقتي، 17، مفيش حد.
كان في الأول قوات موجودة وبتاع وما إلى ذلك، انتشرت المسيحية بالكلام ده كله بالمعجزات وما إلى ذلك، وإلى الآن والآن بقى what happened أصبحت يعني عبادة موجودة قائمة ذكر، افعلوا هذا لذكري، مفيش إلى أن أجي وما جاش. Something happened strange، ظاهرة كونية في الكون الروحي حصلت، الآب اللي هو فوق والابن بعته وكذا وعمل حكاية دي، وبعدين تغلب عليه الشيطان وابطلت الحكاية دي، مقام مرتفع لكل من يدعى إلههم، طلع فوق هنا وأفسد العملية كلها. إيه اللي حصل في الإيمان المسيحي؟ غير مجدي عقيم. طب الذين آمنوا ولم يروا صحيح، لكن الحكاية سوري أصبحت مش طبيعية عقيمة لا تؤدي إلى حاجة. دين أصبح ذكرى. 2000 سنة حصل الكلام ده والآن موجودة على ذكرى، مفيش حاجة بتحصل. كل الحكاية المسيحية بتهذب الأخلاق، ردة التعاليم بس الموجودة لا تحبوا كذا كيف 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 أحبوا أعدائكم. إنسان مسيحي إنسان مسالم. أنا مفيش كلام بيقولوا في الشور هذه الآيات تتبع المؤمنين وتعمل أعظم منها للي يقام. مفيش وصلة بين المسيحيين والسماء فوق. أعيش على ذكراه وأصبح هو كده. فالمفروض تحفر ديجنج جامد قوي تفهم إيه الحكاية جت منين. في برهنة جامدة يعني لازم تجيب العلم المسيحي كامل من أصوله، جاي إزاي، بيتطور إزاي، بيجي إزاي، مين هو يسوع المسيح وإيه اللي حصل، إيه اللي حصل في الحاجات دي عشان تتوقف هذه الأعمال. كنائس مفتوحة، صلوات، كل حكاية الإنسان ضعيف لا مش قادر، أنت تعبان عيان مريض، الشر كتر عليك مش قادر، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لما ما فيش فورمولا، ما فيش قوانين مسيحية في طاقات روحية، ما فيش حاجة. إزاي اللي هما بيعملوا الأعمال دي يعني إزاي يطلق هذا أتت بعد المؤمنين؟ لازم يبقى عارف حاجة، فبيعمل حاجة وواثق إنه بيعمل حاجة فكذا، هتقول أدت غرضها وبعد كده خلاص. وتبقى الذين آمنوا ولم يروا صوت غصب عنك، هتبص تلاقيك هتمشي كده تبع المسيحيه، ولعل وعسى مش عشان حاجه، عشان اخلاق كويسه فيها، تعاليم هاديه، انسان مهذب، something good يعني، number two يعني تتقي الحاجات دي كلها، انما مفيش ضمان لحاجة أبدا بتؤمن. نمبر تو إن أنت بتسلم أمرك لله، أما تبقى تعبان وعيان ومش قادر وغلبان والشر بيحيط بكل حد، يا رب يا يسوع يا ماري جرجس يا ماري مينا، يا استجابوا يا ما استجابوش، الاتنين واحد. مفيش، لازم تجيب دليل علم مسيحي حق متكامل يؤدي الى، ما هو لو كان عملوه من زمان من اول ما وقفت الايات تتبع المؤمنين ما فيش الحاجات دي كلها، وتقدم 2000 سنه ما كانش تخلف الدين المسيحي بهذه الكيفيه. مسيحيه ليس اكثر فيها من ثمران تعرفونها، يجنون الشوك علبا او من التين حسكا، يعني دين بيؤدي الى سلام وهدوء. وحتى بتوع الكنيسه دلوقتي كفاك شرهم، ابناء الكنيسه اللي هو ابناء الرب دول، الكنائس بتخرج دلوقتي مجامع
اليهود، طلع ناس أعجرك الله. فلازم تنفصل، وما فيش في حاجة عندك إلا أنت إيه؟ إذا أمنت يعني بتبقى الإيمان قهري قهري، ما قداميش حاجة أعملها، إيمان سلبي مش إيجابي، هكذا يكون. نيجي إحنا هنا وإلى كمان طبعا هنا أعطيكم سلطانا تدوس الحياة الآخر وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. فهنا نيجي بقى الحاجة الثالثة اللي أكدت يسوع المسيح ابن الله الابن الإلهي، فشو ثلاثة قيامة ابن الإنسان من الموت، قام الموت، قام الموت. شهد الكتاب المقدس في العهد الجديد عن قيامة الرب يسوع المسيح ابن الإنسان، إنسان من الموت. نتخاصم شهادة الكتاب المقدس إلى وقعت قيامة ابن الإنسان من الموت، قام من الموت. شهادة الكتاب المقدس في أناجيله أربعة عن حادثة قيام الرب يسوع المسيح من الموت. إذا عندما توجهت مريم المجدلية ومريم الأخرى في اليوم الثالث إلى قبر المسيح، وجد القبر فارغا، وأخبرهم الملاك الواقف عند القبر بقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. متى 8:7 اذهب سريعا وقول لتلاميذه أنه قد قام من بين الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل. ده واحد شايفينه صلب ومات قدامه، الرومان يعني موته تمام، صلب كله شهود وخدوه ميت وحطوه. مرقس 16:6 برضو الملاك أنت تطلبنا يسوع النصري المصلوب، قطع يسوع عام. لوقا 24:5-6 لماذا تطلبنا الحي بين الأموات، ليس هو ها هنا لكنه قام. وإنجيل يوحنا برضو 4 نبيل 20:21-16 على واقعة القيامة من الموت، كلها الأربع أناجيل شهدت قيام الموت. وهنا نشير إلى حقيقة هامة، وهي أن يسوع المسيح ابن الإنسان قام من الموت بالجسد وليس بالروح، إذ وجد القبر فارغا. كذلك عندما لم يؤمن توما أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح بقيامته من الموت، جاء يسوع بعد قيامته من الموت والأبواب مغلقة وقف في وسط التلاميذ وقال لتوما بأن يلمس يديه وجنبه ليرى مكان المسامير والحرب. يوحنا 20:27 قال توما هات إصبعك إلى هنا، قال لتوما وابصر يدي وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. يوحنا 20:19-20 وجاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم وأراهم يداه وجنبه. يبقى هم اللي شايفينه الصلب والضرب قدامه وطعن بكذا والمسامير في ايديه، جه تاني قام فصدقوا، دي خلتهم تمام في الإيمان. واحد قام خلاص، واحد جالنا من فوق قام وهيطلع فوق، عاوزين احنا ايه تاني؟ بس يستمر، ممكن ظاهرة كونية وقفت يكون الروح، عايز افهم يكون الروح ايه اوله من اخر، واحنا ماشيين فيه، احنا ماشيين فيه ايجيبشن مصاري. اي ان يسوع المسيح قام بنفس الجسد، مش واحد شبه، مش واحد سابه وضرب بطنه هنا ومسامير هنا وهنا، هو ما صلبوه وقتلوه لكن شبه له الاسلام.
يسوع المسيح قام بنفس الجسد الذي عاش به في العالم وصلب ومات به، وهو هذا دليل ان ناسوته لم يفارق لاهوته اثناء تجسده على الارض كالمعجزات الداله على وجود الطبيعه الالهيه في الجسد، وبعد قيامته من الموت وجوده في نفس الجسد الحامل اثار الصلب نفس الجسد هو هو. به ظهور ابن الانسان للتلاميذ والرسل ومريم المجدليه. بعد قيامه يسوع المسيح ابن الانسان من الموت ظهر لكثير من التلاميذ والرسل يكون شهودا له. مش بس قام، ظهر له. زور مريم المجدليه، ظهر يسوع بعد قيامه من بين الاموات مباشره لمريم المجدليه وهي التي كانت اخرج منها سبعة شياطين. مرقس 16:9 ظهر لمريم المجدليه التي كان اخرج منها سبعة شياطين. ظهور للتلاميذ، ظهر يسوع المسيح للتلاميذ وقف في وسطهم وأراهم يديه ورجليه. يوحنا 20:19 مرقس 16 كذلك ظهر لهم أثناء اجتماعهم الأباب مغلقة ووبخ عدم إيمان توما وأراه يديه وجنبه يوحنا 20:27 وكذلك ظهر الاثنين منهم كانوا منطلقين إلى قرية بعيدة عن أورشليم لوقا 24 ومرقس 6. ظهوره واستعلاناته لبولس الرسول، بولس الرسول ما حضرش الحاجات دي كلها. ظهر يسوع المسيح بعد قيامته من بين الاموات لشاول الطرسوس مضطهد الكنيسه اذ كان متوجها للقبض على المسيحيين على ابواب دمشق، فظهر له الرب يسوع المسيح وانتخبه شاهدا ورسولا وخادما له ليكون بذلك شاول الطرسوس مضطهد الكنيسه بولس الرسول رسول الامم. انا ارسلك بعيدا. تفتح عينهم من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله ليؤمنوا بالايمان به. كنا مغفرة الخطايا ونصيبا مع المقدسين. ورد في سفر الرسل عن شهادة الرسل والتلاميذ بقيامة يسوع المسيح بين الاموات وذلك اثناء تبشيرهم لليهودية والامم اعمال 1:3 الذي اراهم ايضا نفسه حيا ببارعين كثيرة. ده اللي دافع اللي خلاهم يبشروا ولا هيجروا. الرئيس بتاعهم مات وامشي وبرضه خلص لان كان في اضطهاد كامل جدا. هيقف ازاي قدام المجمع والاندلسيين والكتب والفريسيين وروما؟ ازاي اهو؟ ازاي اهو؟ مهما كان بيعمل ايه؟ اتاخد خلاص الصلاه وانتهى وما امشي. فمش هيقدروا يعملوا حاجه. خلاص عاوزين ايه؟ هنموت عشانك ده حي قدامنا اهو. يوروا له 55 يوم قعد يوروا لهم نفسه. وبعدين في الاخر اقبلوا الروح القدس وطلع فوق. نفخ اقبلوا الروح القدس قعدوا يتكلموا اللغات ظهرت فيهم قوات الهيه من عنده. بعد فطلعوا. من هنا الموضوع خلص. راحوا نشروا المسيحيه كل حاجه. قوات تعمل معاهم بعد كده ديكلاين ديكلاين ديكلاين. هبوط 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 مفيش حاجه. المسيحيه اصبحت عقيمه. مجرد تعليم هاديه. That's it. هنا اعمال 1:3 الذي اراهم ايضا نفسه حيا ابراهيم كثيرا. اعمال 10:41 لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. هم قالوا كده. احنا اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. هذه متكرره في اعمال 2:22 اعمال 3:15 اعمال 4:10 اعمال 5:30 اعمال 10:40 بعد قيامته من ملهمش مصلحه في ذلك. ده بيحاربوا امه. يهود كلهم بالدنيا. مالهمش، لكن واحد شاف وقام من الاموات. ارعى يا غنم اعطاه لابائه اشوف هتعملوا ايه. والان ننتقل للدليل الرابع وهو السمات وقدرات الرب يسوع المسيح الالهيه. بذلك بعد ان ناقشنا الادله الثلاثه اللي هي ولاده ابن الانسان يسوع المسيح
معجزات ابن الإنسان، قيامة ابن الإنسان من الموت، لتكون هذه الأدلة الأربعة شاهدة ومعبرة عن الرب يسوع المسيح هو الإله متجسد، إله نزل من فوق، إله طبيعته مش إنسانية، إنسانية عشان ولد من العذراء ماري، إنما هو إله نازل من فوق. مين الإله ده؟ ما بين آلهة المصريين، مين الإله ده اللي هو قاعد يقول حاجات كتير عنها؟ هنتكلم دلوقتي يا ربع عن سمات وقدرات الرب يسوع المسيح ابن الإنسان الإلهية. إيه هو قال عن نفسه إيه؟ ابن الإنسان هو الديان للأحياء والأموات. شهد الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل وفي الأناجيل بأن الرب يسوع المسيح ابن الإنسان هو الديان للأحياء والأموات، وأن كل من يؤمن به لا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة إذ قد نال مغفرة الخطايا، لذلك لا يدان. أعمال 10:42 وأوصانا أن نكرس للشعب بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء، ده بولس الرسول بيقول، وأن كل من يؤمن ينال باسمه غفران الخطايا. أعمال 17:31 لأنه اللي هو الله يعني أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل اللي هو يسوع المسيح برجل قد عينه مقدما للجميع، ده اللي حيدين العالم كله. يوحنا 5:27 وأعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. يوحنا 5:22 لأن الآب لا يدين أحد. الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن. حصلت فين؟ سبعه الإله أوزوريس. إيه الإله أوزوريس؟ ابن الآب بتاعه فوق أتوم. أتوم خلف اتنين واتنين خلفوا اتنين تانيين أربعة والتاني الأربعة اللي هو التسوى الإلهي، منهم أوزوريس وشس، ده إله الخير أوزوريس، وشس إله الشر، و الاثنين دول يعني، وإيزيس إلهة الأمومة والخصوبة، ونفتيس الرابعة. اللي حصل إن أوزوريس إله الخير قتلوا إله الشر اللي هو زي ما بيقول خالق النور وصانع الشر، خالق الشر، وهو طلع منه ان ده قتل ده. وبرضو عندك في ادم قايين قاتل هابيل، ولما قتله مات، قتل نزل تحت، فعشان هو اله الخير بقى صار ديانا للاموات. الحاجات دي مكتوبة امامك على السكرين، الإله أوزوريس قاعد وبيدين الموتى كلهم، الميت يجيله، ميت طبعا هيبقى حي قبليها، ده يعني الأحياء والأموات واحد، ده محدش هيودان إلا بعد ما يموت، فالاتنين مفهوم واحد بيجيله. وفي 42 قاضي محكمة من 42 ولاية موجودة في مصر يمثلوها، فكل واحد بيجي يفوت عليهم ويقول عمل ايه وما عملش ايه، وبعدين هيقدموا الى الهة العدل والحق اللي هي مات ريشة بيضة تطلع منها، وفي ميزان جولدن عندك على السكرين، ويحطوا قلبه في ناحية وريشة في ناحية، فاذا طب قلبه
في الوحش عمعموت اسمه ده، وحش بقى بين شكله تمساح واسد وحاجات من دي وحشه قوي، وضبعه ما الى ذلك، ياكل قلب على طول ديسترويد. اذا طلعت الريشه قلبه قد الريشه او علي فوق بيبقى الى خير، بيبقى ايه هيبقى ليه وجود ابدي، هينقص. لو عندك لوحه تانيه برضو نفس الموضوع ب 42 محكمه قاضي، ويمشي بالطريقه دي الميت، فكان هو ديان للحاكم الموتى، ديان للاموات. ده قبل يسوع ب 2000 سنه 3000 سنه، وصارت الحكايه موجوده للاله اوزوريس حاكم ديان الموتى. وزي ما يقول لك ان الاب لا يدين احدا بل اعطى كل الدينون للاب. الاب اتوم ده سواء كان بقى كان جاب كذا وكذا، انما الدينونه كلها واقعه مظبوطه، مات ونزل تحت. ما المسيح برضو مات، الاب بعت الاب لخلاص العالم قتلوه. الحقيقه كده، الاب قتلوه، بعت الابن متجسد في العالم قتلوا ليخلص العالم، قتلوا فصار ديانا للاموات. نفس المنطق، انما كمال الحقيقه بيجي يعلم كده. غير ابن الانسان له المجد والسلطان، يصير الكتاب يعبر يفيد يشهد الكتاب المقدس بالاناجيل والرسائل بمجد الرب يسوع المسيح ابن الانسان. وهناك من النصوص التي تشير الى مجد ابن الانسان الذي دخل اليه بعد تألمه. لوقا 24:26 اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده، ويتضح عظم هذا المجد الدل على الطبيعه الالهيه لابن الانسان في جلوسه بعد قيامته من بين الاموات وصعوده الى السماء عن يمين الله الآب في عرش السماء الاله، سماء يكون الروح، ليكون بذلك مساويا للاب في الجوهر، اذ جلس عن يمينه، اذ هو الاقنوم الثاني الاله الواحد. مفاهيم كيفيه، طلع فوق وجلس عن يمين الله الاب. وايضا ياتي فيما يقدر ليدين احياء والاموات، الذي ليس لملكه انقضاء. قول الايمان. اعمال 8:25 للقديس استفانوس وهو بيرجم، رايت ارى السماء مفتوحه وابن الانسان جالسا قائما عن يمين الله. ونشير هنا لحقيقه هامه، وهي ان مجد ابن الانسان مجد ازلي، انه لم ينل المجد بعد تألمه وقيامته من الموت، بل هو في المجد الالهي منذ الازل والى الابد. فهو بيقول كده تكوين، مش خد المجد، ده خد مجد يعني نفذ الإرادة، أطاع الله الآب وعمل عمليا الإيكويشن دي كلها، يعني اللي هو تقليم جسد ذبيحة فداء وكذا، وعمل مادة حياة أبدية ناسوتية وإلهية، اللي يؤمن بيه يلبس حياة أبدية، يتولد ولادة ثانية. يوحنا 17:5 الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان عندك كان لي عندك قبل كون العالم. حاجات غريبة، قبل كون العالم، كون العالم قبل الخلق اللي ده كله ما يطلع، أنا موجود معاك ولادة أزلية أبدية. ده كتيجي بس نزل كده أعمل العملية دي ويطلع وجه، إنما دي ولادة الإلهية، ولادة الآلهة من الآلهة أيها الآب فاضر قبل كون العالم. كلموا عليها ولادة آلهة، وده أتوم خلف كذا وخلف كذا وكذا كذا ولاد. يوحنا 17 ونشير أيضا أن مجد ابن الإنسان هو مجد الله الآب، مجدهم واحد. يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، أنا والله واحد. السمح
يوحنا 16 14 15 وما متجاهزك روح الحق اللي هو روح القدس يعني. فهو يرشدكم الى جميع الحق ذاك يمجدني لياخذ لانه ياخذ مما لي واخبركم وكل ما هو الاب هو لي. واحد بطرس 4 16 11 لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين. فيليبي بولس الرسول 12 11 ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح رب لمجد الله الاب. سيوريتيكال حاجات غريبه يعني بس هو ادى شهاده قام من الاموات وولد ولاده معجزات شفاء وبعدين قال النظريه دي. المطلوب ان انت تؤمن بيها. يطلع من هذه النصوص اللي هي ان يسوع المسيح والاب واحد وان كل ما الاب هو ليسوع المسيح بذلك يكون مجد الاب ويسوع المسيح هو مجد واحد الهي واحد ويسوع المسيح يكون رب المجد الله الاب كذلك الروح القدس يكون الثالث الاله الواحد ياخذ مما ليسوع المسيح وكل ما الاب هو ليسوع المسيح اي يفهم من ذلك ان هناك وحده كامله بين الثلاثة أقانيم إلهية. واحدة الآلهة، ثالوث إله. موجودين حاجات دي. يسوع المسيح ابن الإنسان والله الآب والروح القدس ومجدهم من مجد واحد وكل ما هو الواحد والآخر والثلاثة يمجدون بعضهم إذ هم واحد. الله يتمجد بيسوع المسيح واحد بطرس 14 والروح القدس يمجد يسوع المسيح يوحنا 16 13 والمجد والله الآب يمجد الرب يسوع المسيح يوحنا 17 وكما أن يسوع المسيح له المجد له سلطان أيضا إلى أبد الأبدين له سلطان متى 78 17 دفع عليه كل سلطان في السماء والأرض كل السلطان في السماء والأرض واحد بطرس 4 11 يسوع المسيح له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين.
القدس إله واحد أمين. وحاليا هنتكلم على جيم هنا من صفات الرب يسوع المسيح، ديان الأحياء والأموات له المجد، وبعدين له المجد والسلطان الأبد أبدين. اثنين، جيم هنا ابن الإنسان خد حاجة بقى لنفسه جديدة، واهب الحياة الأبدية للمؤمن باسمه. مش أنا كل حاجة، أنا هديكوا حياة أبدية. دي كبيرة أوي. يشهد الكتاب المقدس في العهد الجديد أن ابن الإنسان واهب الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، بتقديم جسد ذبيحة فداء عن خطايا العالم، وأبطل بذلك حكم الموت المستوجب للخطية التي أخطأ بها آدم ونسله من بعده، وحكم عليهم بالموت. ونال ابن الإنسان حكم الموت فداء عن الجميع، لذلك كل من يؤمن بيسوع المسيح ابن الإنسان ينتقل من حكم الموت الصادر عليه إلى الحياة الأبدية التي يعطيها له ابن الإنسان لكل من يؤمن به. وكل من لا يؤمن به يموت في خطاياه. سيمبلي قوي. هو انت موجود زي ما قلنا لك هنا العالم اهو في بطن ابليس، ده الوجود، شيطان في ذاته وصورته وروحه، وده الهرم الروحي السفلي المعكوس راسه ملاويه الروحيه، وده الهرم الروحي العلوي. المسيح جه من هنا، هو ده الابن الالهي الاصلي، يعني الصوره الالهيه، نزل بالروح القدس هنا، مش نزل هو كله يعني، الجينات الصوريه الالهيه حملها الروح القدس، نزل في بطن العذراء، تجسد هذه، مش يعني ما تحطش مخك ان هو يسوع يعني ابن الازل الابدي اللي موجود فوق نزل بحاله كده، مفيش الكلام ده بالعلم تقدر دلوقتي، ما يقدرش يقول لك ده كده. الدي ان ايه الصوريه الالهيه، الصوريه الالهيه لاقنوم الصوره الالهيه لوجود الصور الالهي حملوا الروح القدس، روح يحمله وقوة العلي في ظلالك اللي هو الذات الإلهية. لذلك القدوس الموجود منك يدعى ابن الله. اتولد يسوع المسيح في بطن العذراء، كون واتولد وخرج إنسان. ما هو لازم تفهم منين جه، ازاي تجسد الإله. لما حصل كده ابتدأت هذه ال دي ان ايه الصورية الإلهية تظهر في يسوع المسيح وتؤدي إلى فهمه الأمور الروحية بعقله الإنسان، لأن هو في الأول يقول لك أنا ما بتكلمش من نفسي، فهو ابتدى يحس إن هو إله متجسد نازل يعمل حاجة، الحاجة دي هقدم جسدي ذبيحة ليه؟ وان ليه المعادلة دي؟ مش كده بس يعني خطايانا والكلام ده، العالم كله محبوس هنا في بطن الوجود السالب، أما نازل هو متجسد إله يحمل الدي ان ايه الصورية الالهية لأقنوم صورة الله، مش لملاك ولا رئيس ملائكة، لأقنوم صورة الله، نزل في بطن العذراء وتجسد واتولد وصار انسانا حاملا للدي ان ايه الصوري الالهي كل بدن فيه، خلاص اصبح تقدم جسدك ذبيحة. ليه؟ عشان لما هيموت هو بلا خطية، ولما يموت بالطريقة دي هيعمل
وجود جديد يقوم بالأموات، وجود إنساني إلهي جديد يطلع بيه لفوق، ما يقدرش يحوشه إبليس، يطلع فوق. كل من يؤمن به بوجوده الإلهي ده يسوع المسيح يتولد بيه ولادة صورية إلهية إنسانية جديدة، ما يقدرش يقبل روح الله، ما يتولدش بيها تاني. أي إنسان لازم الطريقة دي تتعمل عشان يخلص الوجود الإنساني بكل من يؤمن بيسوع المسيح، يقوم يحصل له ولادة صورية إلهية ليس من وجود إنساني بل غسل الميلاد تجديد الروح القدس، فيصبح ان هو ياخد مادة حياة أبدية جاهزة فوق موجودة بيسوع المسيح لخلاص الوجود الإنساني بكل من يؤمن به يولد من الله ولادة صورية روحية إلهية جديدة ويطلع كإنسان يقبل ماتشنج معاه في وجوده الإنساني اللي موجود، فيقبل الوجود الإلهي يحل فيه ويتولد بيه ويطلع بيه، فأصبح هو مادة حياة أبدية. ولقد شهد العهد الجديد لذلك كل من يؤمن بيسوع المسيح ابن الإنسان ينتقل من حكم الموت الصادر عليه إلى الحياة الأبدية التي يعطيها له ابن الإنسان، وكل من لا يؤمن به يموت في خطاياه. عشان كده قال بقى إيه يوحنا 8:11، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. انت موجود في بطن في جوف الوجود السالب في العالم، مش هتؤمن بيا، مش هتقدر تتولد بيا تاني وتطلع فوق بمادة الحياة الأبدية اللي انا عملتها لك دي، فهتموت. انت ما بتعملش خطية غصب عنك، انت هتموت لان انت تحت حكم الخطية، حكم الموت. ولقد شهد العهد الجديد بموت الرب يسوع المسيح للإنسان وبأنه وهب الحياة الأبدية للجميع باسمه، وإذ هم فداهم من حكم الموت الصادر عليهم بموجب خطيئة آدم بموت بدلا منهم مقدما جسد ذبيحة كفارية عن خطية. فبيقول لك إيه؟ أنا هو الخبز الحي، يوحنا 6:51، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. الدي ان ايه الصور الالهي اللي نزل من السماء محمولا بالروح القدس في بطن العذراء عشان اطلع واحييكم، نزل من السماء. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي انا اعطي هو جسدي. ايه الخبز اللي انا هعطيه؟ الجسد اللي تجسدت بيه وقمت تاني بيه عشان اعمل مادة الحياة الأبدية الذي ابذله من اجل حياة العالم. يوحنا 3:14، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، يرفع الصليب يعني، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. لازم تتم العملية دي، يقوم يتجسد ويموت ويوم، يبقى مادة حياة أبدية لكل من يؤمن به. أي يوحنا 6:53، الحق أقول لك إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. ما كنتش أنا أقدم نفسي ذبيحة، جسدي ودمي ذبيحة، مش هيحصل وأقوم الموت. لازم اقوم من الموت، ما يكونش حياه فيه، مفيش حياه ابديه، لان مفيش ماده حياه ابديه. كذلك شهد العهد الجديد بان الانتقام من الموت الى الحياه الابديه يكون بالايمان بابن الانسان الرب يسوع المسيح والثبات في وصايا يوحنا 11:26-27، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن به
فلن يموت إلى الأبد. يوحنا 8:51 الحق الحق أقول لكم إن من يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. من يرى الموت إلى الأبد. تحفظ كلام وصايا. كل وصايا. سيبش منها واحد. كل وصايا. فأصبح ان انت لما تحفظ كل وصايا وتؤمن بيه وتحفظ وصايا. يعني لازم تحفظ وصايا. يحفظ وصايا. دي موجودة مرتين. يعني الذي يحفظ وصاياي إليه نأتي وعند نصنا منزلا ولا يحفظ وصاياي أظهر له ذاتي. فلازم تحفظ وصايا. محدش بيحفظ وصايا الرب يسوع. مفيش مغفرة للخطايا. في انتقام وفي كل حاجة. مفيش بيعمل عندك وفي صدق. مفيش محب أحب أعدائكم. كل الكلام ده مش جسد وقام وبتاع والحاجات دي. تحفظ وصايا. ف what happened؟ ايه الموضوع؟ what happened ان هو not practical اللي بيقوله الرب يسوع المسيح. مفيش حد هيحفظ وصاياه. هتعملها 10% 5% مفيش خالص. مش هتأذي حد. انما يعني وايفن يعني هتبقى الحكاية يعني ما مش هتيجي ابدا بالطريقة دي. ولازم البحث عن طريق جديد. طريق جديد للخلاص. استقراء الاحداث كلها والالوهيات جميعا والكون الروحي والحاجات دي. احنا الناس عارفين لعل وعسى ندرك الامور. هكذا يكون ايجيبشن ميسايا. هو مصر دعوته ابني. فهنا انا بكلمك كتاب ده مكتوب من 50 سنة. يسوع المسيح كان 47 سنة وما الى ذلك. فهنا اصبح في جديد. جيل 50 سنة. كويس ان احنا قاعدين لسه نشكر الله. من يحفظ كلامي يؤمن ولن يرى الموت الى الابد. هتقوم. فهنا ابن الانسان نمرة 4. ابن الانسان معطي الخلاص. هو المخلص. شهد الكتاب المقدس بأنه بابن الإنسان يكون الخلاص ولا خلاص بغيره. والخلاص يكون من حكم الموت ومن سلطان الشيطان ومعبودية الخطيئة اللي هي غفران الخطايا. فهنا الإيمان في تو أنجلز. هنا في محورين. يعني الإيمان تؤمن بيسوع المسيح كويس ورب المجد وكذا كده تغفر خطاياك. maybe working لأنك محدش هيقدر يعمل يحفظ وصاياك. يمكن إيمان يغفر لك الخطايا. فهتثبت في الإيمان عشان مغفرة الخطايا. إنما الناس اللي أذيتهم دي في العالم والحاجات الغلط اللي قعدت تعملها دي وكل حاجات وماسك في الفلوس وماسك في العالم كل ده هيتغفر. غفران خطايا عشان انت مؤمن بتروح الايمان. هنا في نظرك ايه؟ تروح الكنيسه ده وجسد المسيح وده وصوم ده فورجيت. موضوع صعب وعاوز حل. عاوز حل. ف هنا يوحنا 8:34 اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يعمل خطيئه وعبد الخطيئه وينو ما يعمل خطيئه. وهذه نسلك المؤمن تعبر انه لا خلاص الا بيسوع المسيح ولا طريق غير الخلاص وغفران الخطايا.
أعمال 15-11، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولاك أيضا. أعمال 16-31، فقال آمن بالرب يسوع المسيح وتخلص أنت وأهل بيتك. أعمال 4-12، ليس بأحد خير الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعمال 5-31، هذا رفع الله يمينا رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. يطرح لنا حتى الآن القدرات المميزة لابن الإنسان يسوع المسيح والقدرات غير البشرية الدالة على طبيعته الإلهية، فهو واهب الحياة الأبدية والديان بالعذاب الأبدي والمخلص من سلطان الشيطان وحكم الموت، كما أنه له المجد الأزلي الأبدي وقد ضفر عليه كل سلطان إلى أبد الأبدين. هذه القدرات والسلطة جعلته يملك إلى الأبد وتخضع له قوات والسلاطين والرياسات، وهي قدرات صرح بها ابن الإنسان الرب يسوع المسيح له المجد للتلاميذ والرسل، كما أنهم أعلنها لهم في استعلانات ذاتية بعد صعوده للسماء، وذلك أثناء تبشيرهم باسمه، لأن كما أنهم آمنوا به ليس أقواله فقط التي صرح لهم بها وأعلن لهم عن أعماق طبيعته الإلهية المتجسدة في الصورة الإنسانية، ولكن أيضا كان لمعجزاته الخارقة للقدرات الإنسانية التي هي في نطاق المستحيل أمام البشر، وكذلك قيامتهم بين الأموات وظهوره لهم كان في هذا اليقين الكامل والثقة التامة فيما صرح لهم بها من أسرار ومقدسات، ومبرر كافي للاستشهاد في سبيل كلمته وتعاليمه والتبشير باسمه بين الأمم. هذا ولأن الدافع الحقيقي والمعز الحقيقي للتلاميذ والرسل وتمسكهم بالكلمة بالذات بعد صعود الرب يسوع المسيح إلى المجد للسماء ليس فقط ما رأوه وعينوه معجزات على يد الرب يسوع المسيح إلى المجد وظهور له بعد قيام الموت، ولكن هي هبة الروح القدس التي أرسلها الرب يسوع المسيح بعد صعوده للسماء، والتي كانت كما يقول الكتاب المقدس تعلمهم وتذكرهم بكل ما قالوا لهم وبكل ما فعلوا أمامهم، زي ما بيقول يوحنا 14-26، وأما المعز الروح القدس الذي سيسول الأب باسمي فهو يعلمكم. ما سوامش كده، الروح القدس هيجيلكم يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. بذلك كانت عطية الروح القدس هي المحرك والمعز المثبت للتلاميذ والرسل في التبشير بالكلمة واحتمال كافة الضيقات والاضطهادات وضروب التعذيب والاستشهاد. لذلك يصرح بولس الرسول الذي كان قبلا شاول مضطهدا الكنيسة، يصرح قائلا من روميا 8:35-39، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ مفيش حاجة هتفصلنا عن محبة المسيح. فهذا اليقين الكامل في محبة رب يسوع المسيح لا يمكن أن يكون هذا بهذا الثبات إن لم تكن هناك قوة ذاتية موهوبة من الروح القدس الحل فيهم باسم الرب يسوع المسيح.
إله واحد أمين. وحاليا هنختتم هذه المحاضرة بإحنا بنشرح فيها حياة رب يسوع المسيح ومجيئه للعالم وأحداث وجوده في العالم كإنسان وكإله الإله المتجسد. الرب يسوع المسيح قال عن نفسه، أعلن أنه هو كل حاجة. فجه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي للآب إلا بي. مفهوم الآب هنا بالإله الحق والحياة الأبدية، إله فوق، الإله اللي بيتكلم عليه فوق الرأس المثلث ده، الآب والابن والروح القدس، الذات الإلهية الصورة الإلهية الروح الإله. محدش هيجي من العالم ده اللي هو في جوف سلطان الظلمة، الشيطان في ذاته وصورته وروحه، شرير وإبليس والروح النجس، فكر الشر ورد الشر، صورة الشر، كلمة الشر وعمل الشر، والروح التدين الباطل. محدش هيجي من العالم ده فوق إلا بيه. ليه؟ لأن أنا نزلت من فوق، تجسدت في بطن العذراء وظهرت للعالم وقدمت جسد ذبيحة فداء لخلاص العالم، وطلعت فوق تاني هجيبهم كمادة حياة أبدية. أنا هو الطريق والحق والحياة. حق ليه؟ حق هتطلع من هرم الروح العلوي الموجب العلوي، هرم الحق، هرم العلاء الروحي. حياة كل اللي فيه حياة، نور كل اللي فيه نور، وتسيب الظلمة اللي تحت. إن فضلت إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطاياكم. هتموت في المثلث في الهرم الروحي السفلي المعكوس المتجه برأسه إلى الهاوية الروحية، وانت في العالم موجود مش هتطلع من هذا هرم اطلاقا. يا اما تفنى بموت جسدي يا اما تمتد لموت روحي، كده ولا كده موجود ذاتك الروحية هنا، فتلحق تخلصها من هنا بالايمان بيسوع المسيح. تطلع لفوق، تطلع لفوق فين؟ في حياة ابدية. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، هيفضل تحت في الظلمة، يبقى ليه نور الحياة؟ هيطلع للنور فوق هنا. أنا نزلت نور العالم، نور العالم هنا. اللي يؤمن بيا هجيبه فوق. أنا هو قيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ليه؟ أنا حي إلى الأبد، تجسدت وجود إنساني وقمت من الموت وأصبحت حي. المسيح الحي، أنت بتحلم بتقول المسيح الحي، حي مش ميت، مسيح حي، حي الأبد فوق هنا. اللي هيؤمن بيه هشد وجيبه، من صعدت أجذب إلي الجميع بولادة صورية روحية أجيبه فوق تاني. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بيه ولم مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بيه لن يموت إلى الأبد. هيطلع لفوق على طول. أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن فيه يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. هنا
مدام تثبت في المسيح في تعاليم المسيح متصل بيه تمام هتعطي الثمر. هينبسط الاب بيك قوي لان رعيه جديده جايه هينقيك اكتر لتعطي بثمر احسن، تبقى تاخد مرتبه فوق عاليه بدل ما تقعد هنا ولا هنا ولا هنا. انما يعني دخولك الهرم الروحي العلوي في الكون الروحي ده كفايه. انا هو الكرمة وانتم الاخصار، بدوني لا يستطيع ان تفعلوا شيئا، كما ان الغصن الا بيثبت في الكرمة يجف ويتركونه في النار ويحترق. ما تقدرش تعمل حاجة حق الا بيا، فلازم تثبت فيا عشان تجيب ايه اعمال صالحة. ده الإيمان بالمسيح. فهنا تشوف العملية كلها ليه الرب يسوع المسيح بيؤدي إلى هذا الكلام، إن هو لازم تطلع له لفوق وتجيله من هذا المكان. لذلك احنا بنتكلم في هذا الكلام، ايه دورنا في هذا الموضوع؟ احنا الايجيبشن ميسايا، وده الرمز بتاعنا. الأهرامات مفتاح الحياة، بنجيب بدء الفكر الديني الإلهي من أعماقه، بدء الإلهة التفكير الإلهي إن في آلهة، إلى مرة بأنبياء اليهود والعهد القديم. لأن موسى، مين موسى؟ موسى مصري، موسى مصري، وكل اليهود مصريين قاعدين 400 سنة في مصر، 430 سنة مصريين شربوا مية النيل، قاعدين في أرض جاسان ورمسيس اللي هي المنوفية والشرقية، أحسن أراضي في مصر، وعايشين جيل ورا جيل 400 سنة، 430 سنة قاعدين مع المصريين. مين موسى؟ موسى خدته ابنة فرعون وربته في قصر فرعون. رمسيس الثاني، رمسيس الثاني، فرعون قدير ومقتدر، أعرف يتعامل مع اليهود. فمين موسى وقبليه؟ قبلي موسى يوسف اللي هو ابن مين؟ ابن يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم سنة 2000، عيلة واحدة، ويعقوب سماه الله إسرائيل. وجه يوسف مصر، وبعد كده جت 77 نفسا، فيوسف قال لهم باي باي. الآلهة بتاعتكم دي ورجتت، لسه في بدء العملية. لسه إبراهيم جده، إبراهيم جده، جد إسحاق، جد يوسف، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، جريت جراند بار. يوسف لما جه عاش في مصر منفصل عن عيلة يعقوب قبليه، متباع في مصر والخيانة اللي عملوها بيها والكلام ده، وباعوه ورموه في البير وما إلى ذلك، وجه مصر بقى حاكم لمصر وحاجات كويسة، أمين مخازن يعني القمح وكل الحاجات دي كلها، حاجة مهمة في مصر يعني. فيوسف راح اتجوز بنت كاهن هون، لأن فرعون أكرمه ومجده وغير له اسمه، واتجوز بنت كاهن هون، هون دي مدينة عين شمس اللي هي موجودة في مصر.
كان زمان لها اسم قوم. ده قبليه بكام؟ ب 400 سنة. قبل ايه؟ موسى. وجاب عيل يعني قعد قال لهم باي باي الديانة بتاعتكم، يعني انا همشي مع المصريين. ليه؟ شاف الاهرامات، شاف المعابد. ده ساعة 2000 قبل لسه الاهرامات مبنية بقالها 500 سنة مدة يعني، لكن لسه يعني ايه معابد رهيبة هنا وهنا وهنا. الالهة دي لها معنى. خلي بالك بني اسرائيل عبرانيين رعاة غنم، مفيش حاجة خالص، ترايبس قاعدة، مفيش الهة. الهة يعني اي كلام. فهنا موسى بعد 430 سنة دافع باختراع اله، تفكيره في الاله يهوى اله اسرائيل، انه عاوز الشعب يطلع معاه ويعمل مملكة. احنا شعب كبير قاعدين نطلع في الصحراء ونضرب دول تانية وناخد ارض كنعان ونقعد فيها ونبقى اله زي الالهة الموجودة في المصريين وما حولنا. الالهة شامخة، شايفها بيبص كده، ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ فهنا موسى جه بعديها وشاف الامور دي كلها والمعابد وقعد. ليه انا بتعقب لك الهة المصريين والهة الحاجات دي كلها؟ وشاف ان هو يطلع بالشعب ويقاوم فرعون اللي هو رمسيس الثاني، ويطلع بالشعب هناك ويقيم دولة ويمشي بأرض كنعان وما إلى ذلك. وبعديها يشوع بن نون وما تحققش حاجة، وطلع إن هم 40 سنة أمات الشعب كله في البرية، وأخيرا يشوع دخل أرض كنعان يعني، وفضلت قضاة وما إلى ذلك إلى قيام دولة إسرائيل في مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل في داود. شاول وداود ورحبعام انقسموا في المملكة، سليمان وبعد رحبعام. فأصبح موسى الأصل في الموضوع، قاعد يعمل هذه الأمور ويعد الفرائض للإله يهوى، وقال فكرة الإله يهوى وإله الكنعانيين وما إلى ذلك، ومشي بهذه الأمور إلى ملك داود وإلى مجيء الرب يسوع المسيح وأنبياء اليهود. وجاء يسوع، يسوع جاء في دولة اليهود، مملكة يهوذا اليهودية. طبعا جه مش هو إله إسرائيل، مش أبوه بقى نزلت من عند الآب اللي هو نزلت من السماء اللي هو إله إسرائيل اللي هو الإله يهوى. ما كانش الصلب نزل من مكان تاني، هذا المكان التاني. إيه هو المكان التاني ده؟ فهنا إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، داود، أنبياء إسرائيل العهد القديم كلها، مملكة يهوذا، حزقيال ودانيال وأرميا وإليشع وأشعيا وما إلى ذلك، إلى مجيء الرب وزكريا وما إلى ذلك، إلى مجيء الرب يسوع المسيح في لإعلان الحق وعن الحاجات دي كلها ويشهد بالأعمال. وخرج الدين المسيحي إلى العالم وآمنا به، إنما في حاجات إحنا جينا هنا دلوقتي، إيه دورنا؟ إيه دورنا الإيجيبشن إنسايا؟ إحنا دورنا مهم أوي في الموضوع. الإيجيبشن إنسايا دوره مهم جدا. من الصفات
والألقاب التي نتصف بها في بخوصنا والحاجات دي كلها. معرفة الطريق الحق لبعينة ودخول ملكوت السماوات، مسيح كتب الحق، ودورنا هنا في الإيجيبشن ميسايا هلخصه في هذه اللوحات ورا بعضيها كده. هذا هو اكتشافنا، الهرم الروحي العلوي، هرم الحياة الأبدية، والهرم الروحي السفلي، والعالم محصور هنا. دي المرحلة الأولى من الوجود. هنا الله الآب في ذاته وصورته وروحه فوق حي إلى الأبد، وهنا كائنات روحية علوية حقة حية، وهنا الموت الروحي اللي هو إبليس، هنا رأسه هنا الشرير وإبليس وروح النجس، وكائنات روحية أرواح نجسة أرواح شياطين. تأمل هذا الوجود، ده المرحلة الأولى من الكون الروحي، هرم الشكل. عشان كده احنا بنقول لك قدماء المصريين، قدماء المصريين، هرم الشكل، هرم روحي علوي، هرم روحي سفلي، والعالم في الوسط. نمرة 2، تطور هذا الموقف، العالم ما بقاش في الوسط هنا. ده نمرة 2، الهرم الروحي العلوي اهو، الاب والابن والروح القدس، والعالم الروحي السفلي، والشرير ابتلع الرأس تحت، خدت العالم نزل جواها، بقى هنا في وسط هنا اهو، وانت موجود هنا، المسيح نزل لك من فوق هنا عشان يجيبك فوق هنا. اوكي، ما حصلش الكلام ده، اللي حصل هو ده كده، ان يعني الهرم السفلي طلعش المقاوم وارتفع لكل من يدعى الها لبولس الرسول، حتى انه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه الاله. ما حصلش الكلام ده، حصل في الاول بس كده الايمان بالمسيح، وبعدين هذه الايات تبع المؤمنين ما بقتش تحصل الكلام ده كله. فهو لان الشيطان صعد وجواه العالم مقاوم مرتفع على كل من يدعى الهًا، حتى انه يجلس في هيكل الله او اقترب من وجود الهي فوق، وغزا مناطق كتيره هنا سلبت مناطق هنا، كل ده اصبح هو موجود. الشيطان رئيس هذا العالم طلع فوق في الهرم العلوي المجد من تحت. امامك على السكرين نجاح ترامب في نوفمبر، اكتشفنا رئيس الملائكة الجليل ميخائيل اخر المطاف بعت لنا في الاسبوع الاخراني 1 نوفمبر ل 9 نوفمبر اللي فيه نجح فيه دونالد ترامب بالهرم الروحي العظيم لرمسيس الثاني. عندك على سكرين الهرم الروحي لرمسيس الثاني، الاربع جهات او جهتين ثلاثه منه، وهم هرم رمسيس الثاني وفي سنسرت الاول، ونجحوه بعجوبه كان مفروض هيسقط من 1 نوفمبر ل 9 نوفمبر، فنجح وخد كله، لان يعني ازال اللي هي كلينتون الحياه القديمه وما الى ذلك في بئر الهاويه. ده ميخائيل. اما جم الهرم الروح العظيم بخاطر رمسيس الثاني يتضمن 40 ذات روحية فرعونية لملوك الفراعنة، و12 من الآلهة وحاجات من دي، و4000 عامل معاهم ذوات روحية للقائمين. هرم رهيب جه موجود، فأصبح إن هو عمل الحكاية دي ونجح الرئيس. زاد الشر، زاد الشر، زاد الشر كمان، لان دلوقتي انت بتستأصل لابناء ابليس يهود العالم واسرائيل وامريكا، بتضربهم اللي هم عاوزين ينجحوا هيلاري كلينتون امتدادا لاوباما. جه المرحله الرابعه حاليا، مش عارفين نعمل ايه، نامل
ان ايه استعين المرحله الرابعه هنا بهرم روحي جديد جاي هنا. بنكلمك احنا على الايجيبشن ميسايل والاعمال الغير منظوره، ادي هرم تاني. ده هرم مين؟ اوزوريس، الاله اوزوريس والالهه ايزيس والاله هورس. ما تستغربش ثالوث اله، ثلاثة دول ايزيس واوزوريس، اله اوزيس اوزوريس وايزيس والاله هورس جاي هنا ومعاه قواته. قواته عبارة عن ايه؟ ماسكة الايه؟ العلامات دي. فقالوا ده لازم ينزل تحت، لسه هينزل، دي هتاخد لها مثلا 100 سنة عشان ينزل، حرب قائمة وي دونت نو الأزمنة. إنما هما جم بيمتلكوا ايجيبشن ميساي، أنا حبيب الآلهة وصديق، لا صديق الذوات الروحية الفرعونية بالذات الأربعين ذات فرعونية في الهرم الروحي العظيم هرم رمسيس الثاني، وبعدين وحبيب الآلهة اللي هي ملائكة وطبر. جو الهرم الروحي ده إيزيس وأوزوريس وحورس جه هنا عشان يخش هنا بتفويض ملاك ميخائيل عشان يضرب ده ينزله تحت. اقتحم الهرم الروحي العلوي الموجب الحق، طلع فوق بالعرض. فهنا عايزين يخش، بيخش ادالهم تفويض رئيس الملائكه الجليل ميخائيل فوق اهو، ادالهم عشان يخش. فهيخش المرحله الجايه هيخش، والحرب دائره بس بايه؟ بالذوات الروحيه الفرعونيه والالهه الفراعنه لانهم بيعملوا الحق. دخلوا منظر هيكون كده اهو، هينزلوا بوش يمدعوا. دول دخلوا بتفويض رئيس، ما ده حدش يقدر يخش هرم الروح العلوي والموجب الا الشيطان اقتحمه. بس كان لابد ان يحصل ان الهرم الروحي الثاني ده الاهرامات الروحيه والتسوعات الالهيه وما الى ذلك تخش. فدخلت هنا علاماتها، دخلت هنا اقترنت بقوات الروحيه ملاك ميخائيل هنا وزقت، لان لهم قدره على قوى الشر، هم من العالم ولهم قدره على قوى الشر، ينزعوا الشر من العالم ونزلوا تحت. موجود هنا، نزل تحت، ما بقاش مقاوم وارتفع لكل من يدعى لها. عمل حكايه غريبه جدا هنا، فاصبحت الحكايه زي ما انت شايف تمت كده ودخلوا، بقينا لنا الوجود. انا ممثل لهم ايجيبشن ميسايا، ممثل لهم موجودين، دخلوا هرم الروح العلوي لغرض ضرب قوات المعاند ابليس الماديه والروحيه، انزلهم تحت الى اسفل. ما اعرفش هتتم امتى، انما حرب دائره حاليا وحاجات رهيبه في العالم بتحصل وهكذا يكون. وهنا احنا بنخدم الرب يسوع المسيح من منطلق تاني، من منطلقنا من ايجيبشن مصر، ان احنا موجودين مع الناس دي وعارفين الناس دي. انا دلوقتي بيسموني حبيب ملوك الذوات الروحيه الفراعنه وصديق الالهه اللي هي سبيسيفيكالي اللي هي موجوده من زمان، كانت بتبقى موجوده، اطلقوا عليها اسامي معينه انما هي موجوده. وانت تامل في ايمانك المسيحي هتجد ايه الاب والابن والروح القدس والحاجات دي كلها والمفاهيم دايره. كلام اكلمكم بيه روح وحياه، ما هو الروح وما هو الحياه؟ كلمك على كلام روحي. فهو هكذا يكون، والعالم كله يكون الروح رهيب، ارواح نابس، ارواح شريره، ارواح شياطين. ما كنتش تعرف تحارب دول، باللي يعرفوا يحاربوهم اللي هم الايجيبشن ميسايا
الآلهة المصريين القدماء الموجودين اللي هم اخترعوا الدين، أوجدوا الدين، أوجدوا التفكير الإلهي الفرعوني، ومنه نزل موسى وغيره وغيره إلى أن وصلوا إلى يوسف وموسى وإلى ذلك وبني إسرائيل وإلى إسرائيل وإلى مجيء الرب يسوع المسيح المخلص الروحي الأبدي الرب الإله يسوع المسيح. أمامك صورته على السكرين أهو، الصورة المهية فيها الكتاب ماسكه بشارة الحق والبشر بيها، ده النصرة الحقيقية إله السماء اللي هو نزل يكون. فكل القوى والمفاهيم بتخدم هذا الموضوع وتمجد الرب إلهنا يسوع المسيح الإله الحق والحياة الأبدية. آمين كده يا شباب.